نريد أن نبدأ الجلسة. أرجوكم أن تتفضلوا بالجلوس حتى تبدأ مناقشتنا. القاعة كبيرة وعدد الحاضرين أقل من أن يملأها، فأرجو أن تقتربوا من المنصة. اسمي ماركوس كومر، أنا مسؤول عن السياسات العامة في جمعية الإنترنت ورئيس مجموعة أصحاب المصلحة الذين أعدوا برنامج هذا الاجتماع. لدينا على المنصة عدد من المساهمين من الشركات في هذا المنتدى لبناء الجسور. الفكرة من هذا العنوان أتت بعد مؤتمر ديسمبر الأخير حول الاتصالات الدولية في دبي. بعد ذلك الاجتماع شعرنا بالحاجة إلى أن نجتمع سويا لبناء الجسور، لنتحدث مع الناس ونتشارك معهم بنفس الآراء. ومن القضايا التي كانت معنا منذ القمة العالمية لمجتمع المعلومات هو دور الحكومات في التعاون متعدد الأطراف. قبل أن ندخل في المناقشات اسمحوا لي أن أبدي بعض الملاحظات الفنية. لدينا ترجمة فورية إلى 6 لغات، أجهزة استقبال الترجمة موجودة خارج هذه القاعة. من يود الاستماع للترجمة ندعوه إلى أن يأخذ جهاز استقبال الترجمة من خارج هذه القاعة. كما أدعوكم أيضا إلى أن تشاركوا في المناقشات قدر المستطاع. وكما ندعوكم أيضا المشاركة لدينا عدد من المشاركين عن بعد أيضا لمن لم يحضروا هذا الاجتماع هنا. لقد وجهنا الدعوة للحصول على أسئلة عامة من الجمهور، وكانت هذه تلبية لإحدى التوصيات بالنسبة لاستخدام العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية، حيث أوصوا بأن تخصص جلسة على سؤالين أو 3 متعلقة بالسياسات، وقد تلقينا مدخلات سوف نطرحها على الشاشة في وقت ما. لا أدري هل هي جاهزة الآن أم لا. أيضا أعددنا بعض الأوراق التي يمكن أن تكتبوا عليها الأسئلة التي تريدون توجيهها. ستوزع هذه الأوراق على حضراتكم. كل ما لديه سؤال يمكن أن يكتبه ويرسله إلى أحد الموجودين على القائمين على تجميع هذه الأسئلة. كما يمكنكم أيضا توجيه الأسئلة مباشرة من مكانكم في القاعة. الآن أقدم لكم الجالسين على المنصة ابتداء من اليمين، وزير من المملكة المتحدة، وإلى يمينه سفير
من البرازيل، وعلى يساري السفير داني سيبولفيدا من الولايات المتحدة، وعلى يساره باتيا من AT&T في الهند، وبعده رئيس مجموعة عمل الإنترنت الهندسية، وعلى يساره ممثل المجتمع المدني دوريا، المستشار دوريا. الآن أدعو الوزير بيزي لكي يقدم لنا رأيه في دور الحكومات. شكرا جزيلا. بالأمس تحدثت من المنصة، الآن أتحدث أيضا إليكم بصفة غير رسمية، حيث لاحظ أن بعض الناس يخشون توجيه الأسئلة ويخشون الوقوف في أمام الجماهير، ونحن في البرازيل كانت لدينا مناقشات موسعة عن المنتدى، وكانت هناك فرصة لإبداء وجهة نظر الحكومة البريطانية في البرازيل. قدمنا رأينا بصفة رسمية حول دور الحكومات، وكان ذلك وكما قدمنا أيضا في مايو في جنيفا، وأكدنا على دور الحكومة. ما هو دور الحكومة؟ تم الإجابة على هذا السؤال في مناقشة عامة. ويمكن تحديد أو تعريف دور الحكومة، لكن ليس في جملة واحدة، لأنه دور كبير وموسع ويشمل السياسات وكل الأمور التي تؤثر على سياسات الإنترنت والاتصالات والأمن والسياسة الخارجية وغير ذلك. إذن يخاطر المرء إذا حاول أن يعرف هذا الموضوع باختصار. الحكومة تلعب دورا كبيرا، وهناك أربعة موضوعات توصلنا إليها وهي مطروحة للمناقشة. أولا، تدعيم بناء البنية الأساسية أو التحتية في المملكة المتحدة. من حسن حظنا أن لدينا نظاما أو سوقا للاتصالات السلكية واللاسلكية أو التليكوم، هو نظام جيد، وهناك شركات للموبايل تنشئ خطوطا متعددة، وأصبحت في متناول معظم المستهلكين، لأن الأسعار أصبحت منخفضة والخدمة متقدمة، ويتم بناء هذه الشركات والبنى التحتية بطريقة اقتصادية، حيث تستخدم مليارات الجنيهات الإسرائيلية في البنى التحتية. القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في هذا الشأن، والحكومات تأتي في المقام الثاني بإبداء أو إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لذلك. الحكومة أيضا لها دور في تأمين النظام القانوني وضمان كونه متسقا مع الخدمات، وقد اتضح هذا من المناقشات على الإنترنت لتحديد ما هو قانوني على الإنترنت مباشرة أو على الأرض في العالم الطبيعي. دور الحكومات هو أيضا تحديث الأطر القانونية المتعلقة بالإنترنت، مثل التوقيع الإلكتروني كأحد الأمثلة. نحن أيضا نتدخل في قضايا معينة حول الإنترنت في موضوعات مثل الملكية الفكرية، حيث أصدرنا قوانين لضمان حقوق
الملكية وتحذير من ينتهكون أو يخترقون حدود هذه الحدود على الإنترنت، وأيضا ننصح لمقدم الخدمات بتوجيه الإرشادات اللازمة للوالدين لحماية الأطفال من سوء استخدام الإنترنت. نهتم أيضا بالمجتمع المدني ودوره، و محاولة الحصول على نتائج ملموسة ومؤثرة بتضافر هذه الجهود. إن التدخلات الحكومية ليست هي السيطرة أو التحكم الحكومي. الحكومة هنا تقوم كممثل للمواطنين، هنا هناك فرق بين التشريع والسيطرة أو التحكم. الحكومة تشجع وتناصر الحرية الرأي وتلعب دورا كبيرا في حماية والدفاع عن التعبير عن الرأي وحرية الرأي، كما تساعد المواطنين على المشاركة في الإنترنت بإعطائهم الفرصة للتعلم واكتساب المهارات التي يحتاجون إليها للدخول إلى الإنترنت. هناك أيضا مخاطر يجب على الحكومة في المملكة المتحدة أن تعمل مع المجتمع المدني وخاصة مع تلاميذ المدارس لإعطائهم الفرصة لإبداء الأسئلة والتعلم كيف يستخدمون الإنترنت بطريقة مأمونة، وهذا دور مهم من أدوار الحكومة. وأخيرا المبدأ الرابع هو أن الحكومة يمكن أن تساعد في دعم الشراكات بين أصحاب المصلحة المختلفين، الذي وهذا يعتبر من أساس نجاح الإنترنت خلال العقود القليلة الماضية. نحن نقوم بإصدار المراجعات و مساعدة المنتدى على القيام بمهامه والتأكد من بذل الجهود اللازمة لذلك. وباختصار فإن الحكومة بطبيعة الحال لها دور، وهذا الدور هو دور مشارك، دورها كشريك، ولا تملي على الإنترنت، بل هي تعمل كشريك مع القطاع الخاص لبناء البنية التحتية وتوفير التمويل والإطار الاقتصادي والإطار المالي، وحتى يتم الاستفادة من يستفيد المستهلك من رخص أو الأسعار. وأيضا نعمل على حماية الملكية الفكرية وحماية المجتمعات والأطفال على وجه التحديد من المخلفات المختلفة. هذا الإطار المحلي يستجيب مع المتطلبات سواء على الإنترنت أو خارج الإنترنت، ونعمل كمشاركين نشطاء مع أصحاب المصلحة الأخرى لاستمرار نجاح الإنترنت. شكرا معالي الوزير. قبل أن أنتقل إلى السفير سكيا فلو، الاتحاد الدولي للاتصالات نظم في مايو مؤتمرا وأصدر قرارا حول دور الحكومات، وتم وضع أول مسودة لذلك كمقترح. الوفد البرازيلي أعاد صياغة ذلك القرار أو ذلك الرأي، وأعتقد أنكم توافقون معي على أن نظر لضيق الوقت فإن أمين عام الـ ITU الاتحاد الدولي للاتصالات
سيعبر عن ذلك في هذا الاجتماع. حتى يمكن الانتهاء من صياغة البرنامج بصفة نهائية، الكلمة لكم سعادة السفير. شكرا سيد الرئيس، أشكركم على هذا التقديم. لقد أشرتم إلى حقيقة أن صياغة الرأي الذي تم التوصل إليه في الاجتماع السابق كان نتيجة لمشاورات كبيرة عقدت مع مختلف الأطراف والحكومات وممثلي أصحاب المصالح والأطراف المختلفة الحاضرين في ذلك الاجتماع، وحاولنا أن نركز على الأفكار الأصيلة التي نريد أن نطرحها في من خلال هذا الرأي. الأفكار الرئيسية تعترف بدور وإمكانات الحكومة وأصحاب المصلحة والأطراف الأخرى في التعبير واكتشاف الطرق لتفعيل دور هذه المجموعات. نحن نهدف إلى توسيع دور الحكومة وأصحاب المصلحة دون التقييد، ونعترف بحقيقة أن هناك مسؤوليات مختلفة لكل منهم، ونحاول أن تحسين هذه الإمكانيات وفي سياق مناقشات حوكمة الإنترنت. هناك مساهمة كبيرة من ممثلي الدول المختلفة، لم يكن هناك تمثيل كاف من الحكومات بل أيضا من الأطراف الأخرى من البلدان النامية وخاصة البلدان الأقل نموا. هذه محاولة منا لمعالجة هذا الموقف. كحكومات نسعى إلى تحسين وتفعيل مشاركة الجانب الحكومي، وهذا ما فعله وفدنا في البرازيل حيث تمسك بالشرعية هذه الأعمال والأنشطة مع الأطراف الأخرى. ولذلك فإنه من الضروري استكشاف طرق من خلالها يمكن لمشاركة المجتمع المدني أن تتحسن، وخاصة فيما يتعلق ب الممثلين القادمين من البلدان النامية والقطاع الخاص والمناطق ممثلي المناطق الأخرى الذين يجب تحفيزهم للمشاركة والاستفادة من المناقشات والعمليات التي تتم. المقترح البرازيلي يجب أن نراه في هذا الضوء لأنه ليس قاصرا على ITU، ولكن من الواضح أن المناقشات تخص الجميع وتتعلق بتفعيل دور الحكومات والأطراف الأخرى في أي موقف من المواقف المتعلقة بالإنترنت. ويسعدنا أننا يمكن أن نستخلص أفكارا أصيلة، وهذا هو مبدأ يمكن اتباعه. وقد أشرت باختصار إلى بعض الجوانب التي الهامة التي تضمنها المقترح البرازيلي. الاتيو والمنظمات الدولية الأخرى تتمسك بشرعية العملية وبتدعيم مساهمة الحكومات اعترافا بشرعية المشاركة هذه المؤسسات والITU على وجه الخصوص في هذه الجلسات. كان هناك اجتماع في دبي وقد اتفقنا على النتائج التي خلصنا إليها. البرازيل حاولت أن تلعب
دورا تقريبيا وميسرا في عملية في هذه العملية. كان هناك اعتراف كبير بالمبادئ التي تساعدنا على العمل على اختلاف ما لدينا من دساتير أو من أفكار، والهدف هو أن تكون النتائج الاجتماع مفيدة للجميع. ولكن كانت هناك نتائج مذهلة توصلنا إليها. كلنا يجب أن يلعب دورا في الإنترنت، كلنا أثار ما لديه من اعتراضات أو من رفض أو من مشاكل، وبعض يجب أن نؤكد على شرعية مشاركة الجميع وجميع المنظمات وجميع الحكومات، وهذا ينطبق على المنظمات الدولية وعلى الحكومات. وكانت هذه هي بعض النقاط التي أثيرت في اجتماعات سابقة. نحن نعترف أيضا بأن هذه المنظمات يمكن أن تقدم بل وتساعد الحكومات بمشاركتها، ونحن نؤكد دور أو أهمية استمرار دور الحكومات وكافة الأطراف في تحمل مسؤولياتها. جميع الأطراف المعنية يجب أن تتعاون بحسن نية، وندعو الأمين العام أن يدعم خلال أمانة الاي تي يو، أن يدعم البلدان النامية والبلدان الأقل نموا على لكي تبدي آراءها وتشارك في وضع السياسات العامة وفقا للفقرة 25 ألف من أجندة تونس، والعمل بصراحة وشفافية من خلال الاي تي يو. وهذه نقطة لابد أن نؤكدها، لأن البرازيل أيدت المناقشات بقوة وأكدت على ضرورة المصارحة في سياق الاي تي يو والشفافية. هذه كانت أهم الأفكار. وهناك وثيقة أخرى تم تطويرها وهي خاضعة للتحسين المستمر. عندما نشير إلى بناء القدرات بمعرفة الاي تي يو أو بمساعدة الاي تي يو، فيما يتعلق أيضا بالسياسات العامة للإنترنت والقضايا العامة، كان هناك فهم بضرورة أن يتم ذلك في سياق تكليف اي تي يو وخطة عمل جنيفا. وأعتقد أن الاي تي يو يساعد البلدان النامية أو عليه أن يساعد البلدان النامية في قطاع الملكية الفكرية، ولذلك فإن هذه المناقشة دارت في منتديات أخرى على حسب الحكومات المختلفة. أود بإيجاز شديد أن أشير إلى المداخلة التي أدلى بها سعادة الوزير، والخاصة بتقديم الشكر بالنسبة لهذا الاقتراح الذي قدم. إن الاتحاد الدولي للاتصالات يرى هذه القضية من مختلف الزوايا، ويرى أنه من الضرورة بمكان أن نقدم دعما من أجل بناء القدرات وتشغيل وتفعيل دور الحكومة، فضلا عن النظر إلى المخرجات. فإذا ما تم تمكين الحكومة فعلينا أن نتساءل ما هي المخرجات المنتظرة. نحن ندرك تماما أن هذه هي الأدوار الرئيسة التي يتعين على الحكومات الاطلاع بها، وأن تقوم بدور الميسر والمسهل حتى تستطيع أن تقدم الإطار القانوني والإطار التشريعي، حتى يمكن أن يكون هناك إتاحة لحرية التعبير وحرية الآراء. ونحن نوافق على ذلك تمام الموافقة، ولكن هناك عدة طرق من أن نرى كل ذلك
يتم تحقيقه على أرض الواقع. وبذلك سنحاول هنا أن ننظر إلى كل هذه الأراء والاقتراحات. وأعتقد أنه يتعين علي أن أتوقف هنا الآن وأن أتوجه بخالص الشكر لكم جميعا. ولكن النقطة الأخيرة هي أن أشير إلى أن بعض الأسئلة التي تتعلق بالسياسات والتي نطرحها والتي لها علاقة بالنسبة للإعداد لهذا الاجتماع فقد أشارت إلى حقيقة مفادها. كيف يمكن لمشاركة الحكومات أن ترتبط ارتباطا وثيقا بما يطلق عليه الهيئات التي تقوم بتنظيم نفسها ذاتيا؟ هذه نقطة مهمة للغاية إذا ما أردنا أن ننظر إلى عملية تفعيل دور ومشاركة الحكومة بحيث أن تكون مساءلة في بعض المجالات مثل هذه المجالات التي تتعلق بالهيئات ذات التنظيم الذاتي. ونحن نعرف أنه يتعين على الحكومة أن تضمن وجهات نظرها في هذه العملية. وهذا هو السؤال الذي طرح. ونعرف أن هناك الكثير من الأمور التي يمكن للحكومات أن تقوم بها بالنسبة لتنظيم الإنترنت بالإضافة إلى وجود بعض الهيئات الذاتية التنظيم. الحكومات ربما لا تدرك تماما هذا الأمر. والسؤال هو كيف يمكن للحكومة أن تضمن نفسها في الهيئات ذاتية التنظيم بحيث يتم الاستماع إلى شواغلها ويتم تخفيف هذه الشواغل دون أن يكون هناك أي إعاقة لتدفق المعلومات وحرية التعبير عن الآراء. ما هي الجهات التي ينبغي أن نطلع ونتصل بها؟ كل هذه الأسئلة يجب أن يتم تضمينها عندما ننظر إلى الأساليب والطرق التي يمكن للحكومة طرف أساسي من أصحاب المصالح أن تشارك. ويمكن للحكومة أيضا أن تقوم بأداء دورها والقيام بممارستها وأن تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أنه في بعض الحالات فإن هذه الهيئات ذاتية التنظيم موجودة وتقوم بأداء مهمة هامة ويجب على الحكومات أن تعترف بها ويجب أن يتم تضمينها بصورة قوية في الإجراءات وفي العمليات المختلفة وألا يكون هناك أي محاولة للتنافس أو للتداخل ما بين الحكومة وما بين تلك الهيئات ولا سيما إذا كان هناك بعض الأمور التي أبلت فيها الهيئات ذات التنظيم الذاتي بلاء حسنا. شكرا جزيلا سعادة السفير. وأعتقد أن الدور الذي قامت به البرازيل بالنسبة لبناء جسور في دبي كانت من أهم الأدوار التي قامت بها البرازيل. إن الأسئلة التي تتعلق بوضع السياسات والتي طرحها معالي الوزير وسعادة السفير موجودة على الشاشة بالإضافة إلى وضعها على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات. ولكن نرى أن هذه الأسئلة ذات أهمية كبيرة. وقبل أن أنتقل إلى المتحدث التالي وأؤكد ما ذكرته من قبل، إذا كنتم لا تقوموا بوضع تغريداتكم على شبكة الإنترنت فهذا معناه أنكم غير موجودون. يمكنكم أن تقوموا بوضع تغريدات أو تويتات على موقعكم على التويتر أو موقع التغريد. شكرا جزيلا على هذه الملاحظة. أشكركم على دعوتي للمشاركة في هذا الاجتماع وأن أشارككم في بعض هذه التعليقات التي أدلى بها معالي الوزير وسعادة السفير والاستماع إلى وجهات النظر من قبل المجتمع المدني. نحن نقوم بحوار ذو اتجاهين. أود أن أضيف إلى أن الاقتراح البرازيلي هو اقتراح يعتبر هام وهناك حوار ومحادثات قد دارت وطرحت بشأن هذا الاقتراح ولكن هناك الكثير من التغييرات التي حدثت. نحن نفهم تماما أن الحكومة من شأنها ومن مصلحتها أن تشارك في هذا الحوار حول شبكة الإنترنت كما أنها تعمل أيضا كهمزة اتصال بين مختلف أصحاب المصلحة. والآن فالإنترنت كان أصبح جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ولذلك فإن الحكومات أي حكومة يجب أن تعمل على إشراك مواطنيها في أهم أداة من الأدوات الثورية والتي طرأت مؤخرا.
وبالطبع نحن نعرف أن الحكومات في الزمن القديم كانت من بين أهم أطراف المصالح، وكانت هي الطرف الأساسي الذي يواصل عملية التحسينات. ولكن بالطبع أنا لا أريد أن أتحدث بصورة أساسية حول الاقتراح المقدم من البرازيل، ولكن هناك حوارات قد تمت، وهذه الحوارات لم تنشأ من فراغ. لقد طرأت هذه الحوارات لأننا نرى أن هناك اهتمام متزايد من وتطور من مجتمع محدود من الخبراء التقنيين إلى مجتمع أكبر قد أصبح أكثر تعقيدا، وأصبح هناك عدد من المؤسسات المختلفة ذات المصلحة، كما أن هناك عمل من أجل أن يكون هناك تأكيد على شفافية النظام، وأن نتأكد من أن هناك شفافية بالنسبة لمستخدمي شبكة الإنترنت والجهات الأخرى الموجودة على الطرف الآخر. وعلى مدى السنوات كان هناك مختلف الاقتراحات التي تقترح أن هناك جهة واحدة ما بين الحكومات يمكن أن تكون الجهة الأساسية التي تطلع بمهمة أساسية. لا أعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية توافق على هذه الفكرة والمقترحات، لأننا نقف أمام الاتحاد الدولي للاتصالات ونحاول أن نواجه مثل هذه الأفكار. علينا أن نتأكد تماما من النظام القائم على تعدد الأطراف يعمل بصورة متوازنة، ولكن من الحق أيضا أن الاقتراح الذي نراه اليوم بعيدا عن كل الحوارات الهامشية الأخرى والتي تتعلق بالاقتراح البرازيلي فتعتبر بمثابة تحدي، وأعتقد أنها لا يمكن أن تحسن النفاذ إلى شبكة الإنترنت على الصعيد العالمي، بل أنها يمكن أن تؤدي إلى خلق بعض التحديات. ولذلك علينا أن نؤكد على أن نظام متعدد الأطراف قد أصبح أكثر نجاحاً مقارنة بأي نظام وبأي نموذج آخر. لا أقول أن هذا النظام هو النظام الأمثل، ولكن على الأقل هو نظام قد حقق نجاحا. ونحن نرى أن زيادة مشاركة أطراف ذات المصلحة في النظام بالإضافة إلى ما ذكره الاقتراح البرازيلي وغيرها من الدول النامية الأخرى، فنرى أن زيادة مشاركة أصحاب المصلحة يمكن أن يؤدي إلى تحسين هذا المجتمع، ونرى أن هذا قد أدى إلى تطور كبير كنوع من أنواع الإدراك. وكجزء لا يتجزأ من هذا الحوار، فإن أي اقتراح خاص بإيجاد نوع من التحسين على مجتمع الإنترنت فيجب ألا يغفل الدور الهام الذي تقوم به الحكومات. إذا لم يتم التعامل مع هذا الدور بصورة مهمة وعاجلة وأن نركز فقط على طرف واحد من الأطراف، فهذا سيقاود النظام برمته. وأشعر بارتياح شديد فيما ذكره معالي السفير، والذي ذكر أنه لا يتعين علينا فقط أن نناقش هذا الأمر في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات، ولكن علينا أن نناقشه أيضا في مختلف المنابر الأخرى بما في ذلك الاجتماعات التي تجمع منظمات المجتمع المدني والحكومات وغيرها في كافة الدول. نحن نريد أن نوسع هذا النقاش، وعلينا أيضا أن نتأكد تماما من أن جميع الأطراف الممثلة ستتاح لها الفرصة المتكافئة للمشاركة كما استمعنا اليوم وكما استمعنا بالأمس. فعلينا أن نشترك المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي وأن نستمع ونصغي إلى شواغلهم. نحن الولايات المتحدة الأمريكية نؤكد ونعترف تماما بأهمية وجود دور هام وإدراج المؤسسات والحكومات من المجتمع والدول النامية في النظام والمؤسسات الدولية، ونحن نؤكد على التزام البرازيل في الكثير من الاقتراحات المقدمة، ونعرف أن أي نظام خاص بشواغل الإنترنت يعتبر من النظم متعددة الأطراف، ونؤكد على أهمية جميع الأطراف ومشاركتها في الدول المتقدمة والدول النامية. إن الاتحاد الدولي للاتصالات يعتبر إحدى الكيانات، وربما قد لا يكون أفضلها في المساعدة في هذا الإطار. وأود كذلك أن أستمع بصورة منفصلة إلى عدد من النقاط الأخرى، فقد استمعنا إلى طريقة سعي البرازيل بالنسبة للعمل على سن التشريعات. هذه التشريعات قد تم صياغتها من أجل
تعديل الوضع الخاص بالمشاركة عبر شبكة الإنترنت، وقد ذهبت إلى البرازيل واستمعت إلى الكثير من الاقتراحات التي تبنتها الحكومة البرازيلية. لدينا عدد من الشواغل الهامشية الخاصة بالمتطلبات الخاصة بإطفاء الصبغة المحلية على الخدمة المقدمة، ولكن بالطبع نحن نرحب بكل هذه الجهود التي بذلت من قبل البرازيل والتي تهدف إلى إدراج المجتمع المدني في الحوار القائم الخاص بإدخال تحسينات على شبكة الإنترنت. ثم تحدثنا أيضا على أن هناك قمة الإنترنت التي سيعقد في البرازيل في شهر إبريل نيسان في عام 2014، وأؤكد على أن البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية تشاطران في رؤية مفادها بأن الأمن يمكن أن شبكة الإنترنت يمكن أن يساهد في الأمن وتبادل الآراء وحرية التعبير. ونؤكد على أن المدخلات من قبل القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات يعتبر على نفس القدر من الأهمية، وأقدر زعامة البرازيل ونتطلع إلى أن نستمع إلى النتائج التي تسعى القمة لتحقيقها. وبينما نقترب من انعقاد القمة وبينما نستمع إلى المناقشات، علينا أن نتفهم تماما أن الحكومة الأمريكية تفهم تماما أن المجتمع الدولي هو أفضل مجتمع يمكن أن يستفيد من وجود مجتمع مفتوح للإنترنت، بحيث يكون هناك مشاركة لجميع الأطراف ويكون هناك مشاركة في مؤسسات الإنترنت، وكل طرف يشارك دون أن يكون هناك جور أو تجاوز على دور الآخرين. مرة ثانية نحن نرحب بهذا الحوار، نحن نرحب بوجود فرص متكافئة من أجل مواجهة التحديات، ونأمل أن نصل إلى موضع بحيث يمكن للجميع بما في ذلك الأصدقاء في المجتمع النامي أن نتحدث عن الإدراج والمصداقية، بحيث يمكن أن نسهم في نفع مستخدمي الإنترنت. أتمنى أن يكون هناك مزيد من حكومات المجتمع النامي والمجتمع الأكاديمي والمجتمع المدني وغيرها على طاولة المناقشات. ولذلك نحن هنا اليوم ونسعى إلى الإعراب عن تقديرنا بكل ما قدمته لنا شبكة الإنترنت، ونرى أن ذلك أيضا سيكون بمثابة مصلحة مستقبلية للإنترنت. نحن نتطلع للاستماع إليكم، ويسعدنا أن نبادلكم في آرائنا، وسيكون هناك كثير من الأحاديث والنقاشات المفصلة طوال انعقاد هذا المؤتمر. شكرا لكم. أقترح أن ننتقل إلى المتحدث التالي دون مزيد من الإضافات. شكرا لك يا ماركوس. أصحاب السعادة، سعادة ومعالي الوزير، السادة الحضور، سيداتي، سادتي، هناك الكثير من النقاط المهمة التي ذكرت بالفعل من قبل السادة البارزين الذين تحدثوا قبلي. إن مفهوم أصحاب المصلحة المختلفين من كافة المجالات بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص تعتبر من أهم المبادرات التي يمكن أن تؤدي إلى شفافية عملية صناعة القرار وحوكمة الإنترنت. كان ذلك جزء لا يتجزأ من جدول أعمال تونس، و تم الإعلان عنه في كثير من الوثائق الأخرى التي تم مناقشتها في كثير من المنتديات اللاحقة. ولذلك أتينا هنا اليوم في هذه المدينة الخلابة، مدينة بالي، حتى نستطيع أن نتدبر الأمر في هذه المفاهيم. إن وجود شراكة بين الحكومات وغيرها من أصحاب المصالح الأخرى لا يعتبر أمراً لازماً فقط، ولكنه أمراً أساسياً لازماً من أجل أن تحقق شبكة الإنترنت المزايا والنتائج والمخرجات التي نتطلع إليها. إن الحكومات دائماً تسعى إلى إنفاذ السياسات التي في صالح العامة، ولكن في عالم الإنترنت
فربما قد يكون هناك بعض الاختلاف عن عالم الاتصالات السلكية والاتصالية التقليدي. إن الحكومات في عالم الإنترنت لم تعد هي اللاعب الأساسي، كما أن الحكومات ليس لديها سنوات طويلة من القدرات المتراكمة من أجل إدارة شبكة الإنترنت. ولذلك فإن هذا التقابل بين شبكة الإنترنت وبين وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية كما تم التعبير عنها في خلال قمة تونس تعتبر من الأمور الهامة التي علينا أن نشاركها. الحكومات في الوقت الحالي لم تعد هي اللاعب الأساسي. الحكومات لا تمثل المجتمع المدني أو القطاع الخاص، وأحيانا يكون هناك بعض المبادرات التي قد تبدو كأفكار بسيطة، ولكن في الحقيقة فإن السياسات قد تستطيع بصورة غير متعمدة أن توقف عمليات أخرى وافتراضات أخرى، والتبعات على الجماعات الأخرى تكون قوية ومحسوسة. علينا أن نتفهم كل هذه البيئات وأن نتفهم أيضا الأوضاع المختلفة، ونؤكد على أن تفهم إدراك جميع الأطراف المعنية يعتبر أمرا أساسيا. إن الحكومات لديها مسؤوليات كبيرة على عاتقها، عليها أن تتحرك بصورة مدروسة، وعليها أن تبدأ في عملية تشاور وأن تشجع مدخلات من الجميع. ولهذا السبب تحديدا فإن المؤسسات التي تجمع جميع الأطراف لديها آلية تؤكد على إقامة حوار بين جميع هذه الأطراف، ولذلك يجب أن يكون هناك تغير عن المنحة القديمة التي كانت فيه الحكومات هي اللاعب الوحيد فقط. ولكن بالطبع هناك بعض المخاطر الخاصة بالاجتماعات والمنابر الدولية. إن العملية التشاورية المختلفة وعملية إدراج المدخلات ما بين الحكومات وما بين أصحاب المصالح الأخرى قد لا تحدث بصورة محينة. كل هذه النقاط مهمة إذا كان علينا أن نتوقع من الحكومات أن تقوم بدور ذي مغزى. هذا أمر يتعلق بشبكة الإنترنت، ونرى أن هناك بعض الشواغل التي تتعلق بسياسات الحكومة فضلا عن إدارة البنى الأساسية والشبكة والطيف الترددي وغيرها من الموارد والمصادر الأخرى. والمفهوم الخاص بالابتكار والإبداع والذي يجب أن يتم التأكيد عليه. اسمحوا لي أن أشير إلى بعض النقاط. إن القضية لا تتعلق بوجود الحكومة في مقابل أصحاب المطرفة الأخرى، ولكن نحن نؤكد على أن كل كيان يجب أن يشارك طبقا لولايته ولخبرته، سواء كانت الحكومة أو غيرها من المجموعات الأخرى، فكل منهم لديهم ولايات تكميلية. إن العمليات التقنية لشبكة الإنترنت لم نفهم أبدا أن يكون ذلك من بين ولايات الحكومة، ولكنه من بين ولايات وصلاحيات المجتمع التقني، والذي نفهم أن يكون القطاع الخاص في بعض الحالات. ولكن على أي حال نفهم دائما أن الحكومات تلعب دورا رئيسا في وضع السياسات وفي تطويرها، كما تم تأكيده من قبل معالي الوزير من بريطانيا. ولكن الإطار بما في ذلك الإطار القانوني وفي إطار القيام بذلك يجب على الحكومات أن تعتمد على كل أعضاء مجتمع الإنترنت من أجل تطوير أفضل سياسات عامة وأكثرها تفصيلا. هذه النقطة قد تم التركيز عليها بأن نفهم بأن حوكمة الإنترنت لا تعتبر فقط بمثابة عمليات تشغيلية عبر شبكة الإنترنت، ولكنها عملية تكاملية. إن وجود نظام فعال وناجع لشبكة الإنترنت يجب أن يشرك الجميع، الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني طبقا لخبرتهم ولولاياتهم. اسمحوا لي أن أختم هذه التعليقات بأن أؤكد مجددا على أن الحوكمة متعددة الأطراف هو نظام يسمح لجميع أطراف العاملة في مجال الإنترنت أن تشارك طبقا لولايتها ولخبرتها على قدم المساواة، من أجل أن يكون هناك بيئة للإنترنت إبداعية وخلاقة. وإضافة إلى ذلك
أؤكد إلى أن هناك مسؤولية إضافية على عاتق الحكومة، ولا سيما إذا كان هناك ثقافة قوية للتشاور تغيب عن هذا المجتمع. في مثل هذه المجتمعات فإن الحكومة لا يجب فقط أن تعمل على دعم المبدأ التعددي، ولكن يجب أيضا أن تعمل على إشراك جميع الأطراف وأن تعمل كقوة حفازة لهذا النظام الذي ينتقل من القاعدة إلى القمة وأن يشرك جميع الأطراف. شكرا لكم، شكرا جزيلا. كانت هذه هي كلمات موحية وأرجو أن تتأكدوا تماما من أن الترتيب السادة المتحدثين لم يكن هو الترتيب المعلن قبلا، ولذلك أرجو السادة القائمين على الأرشفة أن يحاطوا علما بهذا الأمر. شكرا جزيلا. أعتقد أنه يتعين علي أن أبدأ ببعض الملاحظات وأن أشكرك يا ماركوس وأن أتوجه بخالص الشكر للجميع. شكرا لإعطائي هذه المناسبة لأن أتكلم، وخاصة بعد هذه الأصوات الحكيمة التي استمعنا إليها. لا أعرف ما الذي يمكن أن أقوله إضافة إلى الكلمات السابقة. وكممثل للمجتمع التقني فإني أنظر إلى أي نوع من التعاون نحن بحاجة إليه مع الحكومة ومن خلال منظور عملي موسع. لدي ثلاث تعليقات. أولا، من الناحية التاريخية فإن مجتمع الإنترنت خاص بالاحتياج إلى الحكومة من أجل وضع تشريعات، واعتبارا من عدة سنوات فقد تغير الوضع، ونحن الآن نرى أن المجتمع التقني يرى أنه يجب أن يكون هناك نقاش مع الحكومات. كما أدركنا أيضا أننا لا نستطيع أبدا أن نعمل بمفردنا لأن هناك بعض القضايا الملحة التي تطرأ والتي يجب أن يتم مناقشتها على نطاق أوسع. بالطبع هناك مسألة الأمن في بيئة الإنترنت، ويجب أن يكون هناك معايير محددة، لأنني يمكن أن أسافر من فنلندا مع جهازي إلى بالي وسيساعدني أن أقوم ببعض المكالمات. ثم هناك أيضا الأمور التي تتعلق بتحديد الطيف اللاسلكي. نحن نرى أن مجتمع الإنترنت ليس هو المجتمع الذي يمكن أن يحدد الطيف الترددي والطيف اللاسلكي، ولكن الحكومات والهيئات الحكومية هي التي يمكن أن تقوم بذلك. ولكن بالطبع هناك مكون هام بالنسبة لنقاط الالتقاء، ولذلك لدينا الITF ولدينا غيرها من المنابر الأخرى. نحن بحاجة أيضا إلى أن يكون هناك إدراج لعدد كبير من الهيئات. والنقطة الثانية هو أننا نتحدث كيف استطاعت شبكة الإنترنت أن تساعد على الابتكار والإبداع. وعندما نتحدث عن قضايا الحوكمة فمن المهم أن نفكر في المستقبل وما الذي سيحضره لنا. وأود هنا أن أؤكد على بعض النقاط التي نراها كمجتمع للإنترنت. إن هناك سرعة متواترة للابتكار والإبداع، وهناك سرعة كبيرة للتصفح، وشبكة الإنترنت موجود في كل الأجهزة، وهناك أيضا الكثير من التغيرات الحادثة في كافة أنحاء العالم والتي نتناقلها من مكان إلى مكان. إن كل هذه التغيرات لها تأثير كبير على الحوكمة ما بين الحكومات، وهذا معناه أن كثير من الأطراف ذات المصلحة يجب أن يتم إدراجها بما في ذلك الحكومات. ونرى أن هناك مشكلة خاصة بوضع لوائح بالنسبة للمرور عبر شبكة الإنترنت. والنقطة الثالثة والأخيرة التي أود أن أتحدث عنها هي القضايا العملية الخاصة بالعمل بصورة تشاركية بين المجتمع التقني وبين الحكومات. بالطبع كل طرف من الأطراف عليه مسؤولية يطلع بها،
كما حدث في الماضي، ولكن هناك عدد من القضايا العملية. أولاً، هناك فكرة بسيطة بما يقوم به الطرف الآخر. نحن لا نرى ما الذي تقوم به الحكومات بالنسبة للتعامل مع القضايا الفنية. ثانياً، الحكومات قد لا تتحدث مع منظمات أخرى بالنسبة للقضايا التي تتعلق بالاتصالات السلكية والتقنيات الحديثة. الآن معظم تكنولوجيا الإنترنت موجودة في منظمات مختلفة، وبالتالي قد يتعين على الحكومات أن تتعامل بصورة مختلفة عما كان عليه الأمر فيما مضى. الآن يمكن للجميع أن يسهم في وضع معايير يتم تبنيها بصورة طوعية. النقطة الأساسية التي أود الإشارة إليها هو أنني لا أهتم في مناقشة خاصة بأي منظمات تنتمي إلى العمل الأساسي، ولكن هناك الكثير من التشاورات التي يجب أن تتم أولا، ويجب أن يكون هناك مناقشات عملية، وهذا هو مربط الفرس. شكرا لكم. شكرا لك يا لاري. هذه هي المرة الأولى التي يمكن أن يكون هناك مشاركة من قبلكم المجتمع التقني، وأعتقد أن الاي جي اف تعتبر من الهيئات الخاصة بوضع السياسات والتي تقف على قدم المساواة مع الاي تي يو. نحن ندرك تماما أن هناك مسؤولية كبيرة لكل الأطراف. والآن أعطي الكلمة للمتحدثة التالية. شكرا جزيلا، يسعدني الوجود معكم هنا في بالي. وأود هنا أن أشير إلى نقطة واحدة، فقد تم تقديمي كممثلة للمجتمع المدني، وحتى أبعد نفسي عن المتاعب والمشاكل أقول أن هذه التعليقات لم يتم مراجعتها من قبل أي طرف من المجتمع المدني، بل أنه من سبيل الطرف والرفاهية أن أشارك كمجتمع مدني في العالم أو في المنبر العالمي مثل الاي تي يو وغيرها. بالطبع لقد أتيحت لي رفاهية النظر والمتابعة، وعندما أنظر إلى دور الحكومات ينبغي علي أن أعترف بأنني قد أتيت إلى حقيقة مفادها أنني أقبل أن الحكومات لديها دور في الواقع. والسؤال هو لماذا ينبغي على الحكومات أن يكون لديها دور؟ بالنسبة للاي جي اف، وبعد أن استمعت إلى الكثير من الكلمات الحكيمة من الرؤساء والوزراء والسفراء، فأدرك أن هناك دور للحكومات. ولكن بالنظر إلى هذا الدور أتساءل من أين يأتي هذا الدور؟ ما هو منشأ هذا الدور؟ أول شيء يتبادر إلى ذهني عندما ننظر إلى الدور الذي تطلع به الحكومات هو حقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك والأدوات الأخرى. كل هذه الوثائق الدولية جعلت الحكومة مسؤولة من أجل حماية حقوقنا في العالم غير الإنترنت وأيضا في عالم الإنترنت. هذا الدور كحامية للحقوق معناه أن الحكومة لديها دور، وأنا أرى أن دورها ينشأ من خلال هذه الصكوك وهذه المسؤولية. أما بالنسبة لفهم كيفية القيام بهذا الدور وكيفية تطوير هذا الدور، فإن كل ذلك يعتمد على مدى حماية الحكومات لهذه الحقوق، يعتمد على درجة ترحيبها بمشاركة أطراف المصلحة الأخرى، والسماح لنا بأن نشارك وأن نعبر عن رأينا وأن نشاطر الآخرين في خبرتنا. فحيث أنها تحمي حقوقنا فهذا معناه أن الحكومات لها دور هام، ولكن يجب أولا أن يرتبط ذلك بالطريقة التي تخدم بها العالم. The governments have come to. إن الحكومات قد إذن أتت للإنترنت، وفي هذا الدور كثيرا نقوم بالمقارنة بالدور الذي لعبته في مجال الاتصالات، ونحاول أن يفرض الدور الذي قاموا به في الاتصالات على أفكار الإنترنت. والآن ونحن جالسون هنا نحن نرى أن هذا لم يكن الموقف
من الحاضرين في هذا المنتدى حول هذا، ولكن عندنا إذن مصادر للقلق أن هذا ما زال موقف للعديد من الحكومات، وهذا يتطلب منا الحرص. شيء أراه هام للحكومات في العمليات متعددة الأطراف هي القدرة على النمو في الحكومات جديدة من ناحية أخرى لفكرة التعاون مع قطاعات أخرى من المجتمع. الكثيرين استمعوا إلينا في أوقات مختلفة، ولكن هذا لا يعني بالتبعية أنهم يعملون معنا ويتعاونون. فعلى مدار الأعوام من إذا المجموعة العامة لمجموعة إذا الحوكمة الإنترنت والعمل في الاي تي اف، رأيت قدرة الحكومات على التعاون فيما بينها وكذلك مع ما باقي الأطراف الفاعلة وتصاعد هذا، وهذا بالتالي كذلك جزء أهم بلغ الأهمية من دور الحكومات في هذه المنظمات والعمليات وزيادة قدرتها على في الأساس المشاركة في ديمقراطية تشاركية، معنا ديمقراطية تتجاوز من قامت بانتخاب العديد منهم كممثلي لشعبهم أو كذلك من مردود الانتخابات، وأي يتعلموا العمل مع الآخرين. ويسرني أن نصل إلى النقطة التي نرى فيها الحكومات تقوم بتعزيز حرية التعبير أو تدافع عنها وتقوم بهذا، وهذا جديد، وهذا شيء أتمنى أن مع مشاركة الحكومات في أن يصبح أكثر تزايدا وأن يبذلوا مجهود أكبر للدفاع عن حرية التعبير وحرية الارتباط وكذلك التجمع على الإنترنت. يجب أن نسترجع جميع حقوق الإنسان التي الحكومة مكلفة بحمايتها، وأن يقوم وأن تقوم الحكومات بذلك بالفعل عن الإنترنت. إذن إدراك هذا الأمر وزيادة هذه العملية أمر أساسي، والحكومة لها طريقة في العمليات متعددة الأطراف والمنظمة اتصالات منظمة دولية اتصالات لها دور أساسي في هذا، ومع زيادة مشاركاتها ومع زيادة الدور التي تلعبه فهو ليس فقط الدور الدافع لنا جميعا، ولكن كذلك ربما أن تكون إذن لها دور تستطيع أن يساعدنا على أن نركز على مع تصاعد دور الحكومات في الإنترنت، فإن هذا الدور لا يقوم بتقليص دور الآخرين على الإنترنت. إذن كيف يمكن للحكومات أن تستمر إذن في العمل بدون إذن تأثير على مشاركة الأطراف الأخرى؟ فما أكثر من 2014 مع العديد إذن من القمم والاجتماعات المقترحة، فأنا أنظر إليه بعد التقدير وتفكير هل سيسمح لنا بالرصد وبالمشاركة، وهل سيسمح لنا بالمشاركة في اتخاذ القرار؟ لأننا متى شاركنا في عملية اتخاذ القرار مع الحكومات فالحكومات وفقا لوجهة نظري ستذهب إلى باستكمال دورها في العملية متعددة الأطراف. وشكرا. شكرا أفري. كانت جولة أولى مثل اهتمام، وأود أعرف إذا كان أحد من أعضاء الطاولة ما إذا له تعقيب سريع على ما قاله الآخرين، وإن لم يكن هذا هناك تعقيب. شكرا سيد الرئيس، لقد كنت سريعا، ولكن أود أن أقوم بتعقيب قصير للغاية فقط.
بالتأكيد على أن لا يوجد تعارض في عملية تفعيل دور الحكومات وعدم التأثير على نموذج متعدد الأطراف وعلى النقيض. نحن نعتقد أن من خلال بناء القدرات ومن خلال المعلومات ومن خلال تعريف طرق للتعاون فإن بعض الصعوبات التي أشار إليها بعض المتحدثين الآخرين يمكن ترون مثلا كذلك التعريف الحداثي التي الحكومات قد تشعر بالرحب لفهم أن هناك عمليات قائمة لا تتطلب مشاركتها وربما سيكون هذا بدلا من التوسع في دوري أو العمل على التوسع في الدور الذي يمكن أن يعطي إذا راحة للحكومات في أن بعض مشاكلها قد يتم تناولها وكذلك التعرف على طرق يمكن من خلالها من منظور الوطني أو القطرية تم المساهمة لأن أحيانا من عملية الحوكمة على الإنترنت قد لا تكون كافية وقد لا تستطيع الحكومات أن تقوم بالمشاركة وهناك دول أخرى قد تستطيع أن تتناول كيف يتم التناول مع هذا الموضوع. هذه عملية قد لا تؤدي إذن إلى نوعية الخطر التي تم الإشارة إليه ولكن أنا أعتقد أن الخطر حقيقي ولا بد أن نتعامل مع هذا حتى نستطيع من خلال التعامل مع هذا أن لا نعطي أو نفتح المجال غير مستهدف النموذج والبرازيل تساند هذا النموذج. ونقطة أخرى أود أن أؤكد عليها وقد ذكرتها السيد الرئيس فإن هذا أول اجتماع إذا الاي تي اف يقوم دور الرئيس وهذا إذا الاجتماع الذي حضره وزير الاتصالات والمسؤول عن هذا وسيكون متواجد معنا وسيقوم بالإدلاء إذن بخطبة في الجلسات وكذلك مشار السيد السفير أن نقوم بتعزيز العملية وأن نرسل الإشارة إلى أن لنية أن نكون جزء أكبر من الحكومة وأن ربما أحد الرسائل التي سيقولها وزيرنا ولا أود أن أتنبأ بما سيقوله ولقد قال هذا في اجتماع القيادات عالية المستوى وهي أنه في الأعداد لهذا الاجتماع الذي ننتوي عقده في البرازيل كما أشارت الرئيسة بالدوما نحن نريد أن يكون عندنا إذن مدخل في من الأطراف الفاعلة في الإعداد لتنفيذ العملية وأحد أهداف قدوم الوزير أن يقوم بالتعبير بوضوح أن البرازيل لا ترى هذا كمبادرة فردية أو منفردة تأتي من دولة واحدة ولكننا نود أن لن تكون هناك قيادة فنحن ويقال البرازيل لنا نقود هذا ولكن نود أن ينظر إلينا كطرف يود تيسير المناقشة لبعض النواحي الهامة التي يجب مناقشتها ولكن مع المشاركة الكاملة للجميع وهذا دلالة حضور الوزير هنا وهذا ما أشرت إليه الرئيسة دوما وقالت إذا لم تكن إذن هذا فالسيدة دوما قالت على تويتر بالأمس أن هناك دعم للنهج متعدد الأطراف وأشارت أن الرئيس برناردو هنا الوزير برناردو هنا سيقوم بالتأكيد على هذا ونقطة أخرى أردت أن أشير إليها بمنتهى الوضوح فإن البرازيل إذا تقوم بتعزيز إطار الإنترنت تقوم بمناقشة وكل أجزاء ظهرت مساعدة طرف آخر بسبب مداولات عقدت من قبل وأن هناك متطلبات إذا للأقلام المحلية ولكن هذا كان نموذج من التطورات التعيسة التي حدثت
في أماكن مختلفة من عملية الإفصاح عن بعض المعلومات، والحكومات تعتبر هذا جزء من رد الفعل، وسيتم مناقشة هذا في الكونغرس، والأطراف سيكون لها دور كبير للمساهمة هناك، وجهات مختلفة ووجهات تقول أنه ليس من جيد عقد هذا الاجتماع، وهناك يقول العكس، وهناك حوار كبير في الكونغرس وفي المجتمع البرازيلي هناك، وهذا جزء من آليات الديمقراطية من خلال مناقشة للكونغرس الذي سيقوم بمناقشة هذا واتخذ قرار، وهذا أمر لا أريد أن أسقط في هذا الاجتماع. وأخيرا وأسف لأخذ هذا كل الوقت، فأنا يجب أن نوضح أننا أما سرورنا من هذه المناقشة في البرازيل تأتي من مدخل تقوم بتجنب أن تقوم باقتباس العملية كلها، وأن نريد أن نلعب دورا محفز من أجل المشاركة، و أن ندخل الإنترنت في نهج جديد من المشاركة، ونحن نود أن نقول الطرف في هذا، ونحن كذلك لنطلع إلى دور قيادي في الإنترنت في مجال بالطبع القيادة، ولكن نحن بدل من ذلك نود أن نعمل سويا ونساعد مع جميع الأطراف لتناول بعض هذه المصادر القلق التي أشرنا إليها. وشكرا، شكرا سيد سفير، وسجلنا فقط على مستوى ما إذا هناك إذا نجمع على دور الحكومة، والحكومة كشريك، وليس هناك أي ازدواجية بين الحكومة وكذلك المؤسسات وتعدد الأطراف، والعديد من المتحدثين قاموا بالحديث عن لزوم بناء القدرات من أجل بناء ثقافة من الالتزام وقدرة على التعاون وكذلك هذه عملية. فنحن لم نصل إلى النقطة النهائية، ولكن قمنا بتحقيق نجاح كبير في تطوير ثقافة الحديث مع بعضنا البعض، وأتذكر كذلك في بداية الأمر فكان أمر صعب كيف نتعلم اللغة الدبلوماسية والدبلوماسيين تعلم يكون أكثر تقنية، ولكننا وصلنا هنا إلى منطقة الراحة بحيث نستطيع أن نساهم في الحوار، وأنظر الحوار مع جانيت وماثيو، فسيكون أول إذا خطوة لليسيرين. أصوات الكريمة لجانيت. من أجل بدء الحوار أود أن أقترح كما شعر السفير فونسيكا أن هناك إذا مفهوم الكتاب الحي، فلربما نستطيع أن ندخل في هذا الحوار بحيث أن نقوم إذا بالتأليف المشترك لهذا الكتاب في العام الأخير. من هذا المنطلق لقد وصلنا الآن إلى المجلد الثالث، ولقد ذكر ماركوس في الحوار، فقد نستطيع أن نرى بوضوح أن هناك مناخ معادي وكذلك لغة معادية كنا نتحدث فيها في البداية، ولكن لقد اقتربنا الآن في المناظير والمواقف، ولقد وصلنا إلى نقطة نستطيع فيها أن ننتقل إلى أمور أكثر عملياتية. ولقد اقترح العديد المتحدثين أنه لابد نتحدث عن نواحي العملية لهم، كيف يمكن للأطراف المتعددة أن تقوم بالعمل بطريقة أفضل. وتجاوزنا مرحلة الطفولة، فسيد ماركوس اقترح أن الIGF قد يكون موازية في السياسات للITF، وهل نستطيع أن ننجح هذا الأمر؟ نحن نعرف أن هناك مجموعة من الأسئلة التي يمكن الإشارة إليها، ولكن كذلك يمكن طرح أسئلتكم إذا توفرت أستاذ استخدم قطعة الورقة التي وزعت عليكم، وكذلك يمكن أخذ الميكروفون أو كيفما ترى لكم الأمر. فالأسئلة الأولى أنا أود أن أستمع إليها، ماذا إذن عن المشاركين عن بعد؟
ربما تبدأ أنت. شكرا جانيت، شكرا لأعطاء الكلمة. اسمي سوميتا تريام ديام وأنا منظمة من منظمة اسمها ميديا فور شينج، وشكرا بالي والسلامات، وشكرا إذا إلى ثقافة التجديد والقبول في الفريق يا ابني. إذا قصور، وسألزم كلماتي الإيجاز، وأود أن أشور فيما وصل ما قلنا بالأمس، وكما قلنا نرى أن هناك مذكرة لسوق التاكسي على الإنترنت على الحوكمة من هذا التجديد، وكل ما كيف سرنا إدارة التاكسي اليوم بالأمس، واستمرت في قول فنحن نتحدث عن مشكلة مثير للاهتمام لحلها، فهم قد اقترح علي صور، وإذا كنت أريد أن أغير مقصدي أو أقوم باستخدام التاكسي في يوم أخر، عندما نقوم ببناء الجسور من الأهمية أن نقوم بتحديد علامات الأرضية وجد أراضي مشتركة. وسؤالي للسفير فونسيكا، فقد قلت عندما تحدث المجتمع المدني تحدثت هناك تحديات عدة، وخاصة عندما المجتمع المدني والأكاديمية من في العالم لم يتود أن تصل إلى تفاهم، وهناك مثلا أشياء مشتركة بين الهند والبرازيل، وهناك كذلك مشاركات ومساهمات، ونود أن هل سنكون جزء من هذا الحوار، وكيف عندما نتحدث عن المنظمات الحكومية الدولية ونتحدث عن موضوعات شفية مثل الأجيال، فهذا يعطينا الفرصة لنتحدث فيما بين البعض، ونود أن نتفهم إذا كنا سنكون في الغرفة حاضرين وماذا نستطيع أن نفعل من أجل تيسير هذه المداولات والمناقشات. جنات، اسمي سوانياتو من حكومة، وسؤالي كيف يمكن الإنترنت أن يقوم يتم استعمالك تعزيز الحكومة العالمية والتكامل الإقليمي بين الدول، لأنك ما نعرف الاتفاقات ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف غير مضمون النتيجة لفشل الأنظمة القانونية في تحقيق المساواة والدفاع عن حقوق الإنسان. شكرا. أتحدث هنا على مجموعة للأنظمة المفتوحة في سويسرا، وهي منظمة تعمل في هذا المجال المصدر المفتوحة في سويسرا، وأود أقول أن نحن ربما نعتقد أن الاي جي اف تكون جزء من الاي تي اف، ولكن لابد من إضافة طبقة بحيث تستطيع أن تقوم بإنتاج وثائق في سياسات الاي تي اف، فلا تقوم بإنتاج أي من مستندات الإنترنت، ونحن في حاجة لإنتاج طبقة حتى نستطيع أن نفرض سياسات وتناول دور الحكومات، فإن هذا من افتقاد طرق العمل يتطلب إذن ارتباط شديد بالحكومات، بحيث أن عملية المخرجات من الاي جي اف ستكون أساسا مدخلات للحكومات وللإجراءات اللازمة إصدار القوانين. وإذا تحدث أكثر تحديدا من منظور مجموعتنا، وهي كما قلت نحن مهتمين بالمصادر، ولقد شاركت في عمل أجيف من أعوام، وهناك الكثير من العمل في الموضوعات المشتركة، ولكن أشعر بالإحباط قليلا، فما يجب أن يحصل في الميدان وعلى أرض الواقع هو أن الحكومات
حتى تفهم هذا وكيف يمكن استخدامه للتعامل مع المشاكل وحتى يتحقق الأمور. هذا لا نراه يحدث في الواقع. فما يحدث الآن هو أنه بعض الأشياء التي في مصلحة الشركات متعددة الأطراف ويمتلكون بشكل يتطلب أن نقوم بتحقيق المصلحة، ولابد يتم هذا بحيث تستطيع الحكومات أن تلعب دورا أكثر أهمية حتى تجعل هذه الأشياء تحدث في الواقع. فمثلا نحن نعرف مثلا أن المصادر المفتوحة أو برمجيات المصادر المفتوحة يمكن أن يكون دورها في عمليات التنصت من الأجهزة الخارجية، ولكن هذا لابد أن يتم بدافع من منظمة التي تكون طرفية، ولكن كذلك الحكومة من الأطراف الفاعلة لابد أن تكون جزء منها، وإلا لن يحدث الأمر في هذه الحالة. باميندا، شكرا. أنا أرميندر من منظمة غير حكومية لتكنولوجيا معلومات التغيير، وكانت الجلسة مثيرة للاهتمام، وأنا متأكد أن هذه الجلسات ستكون لها أهميتها ولفترة طويلة. أود كذلك أن أشكر الوزير من المملكة المتحدة ونتفق معه، والسفير إندكتو لأدلى بملاحظات والخاصة بالحوكمة وعلى المستوى العالمي. و لقد ذكرت كذلك نص هامة، وهي أخذ تطلعات جانب أننا ننظر إلى النواحي العملية، وقبل أن نقوم بهذا لابد من إيضاحات. ففي لابد أن يكون هناك أدوار محددة كما تم الإشارة إليها في أجندة تونس، ولكن هذه الأشياء لابد أن تقوم وزع على الأسس المساواة، ولابد أن تفهم أن هناك التزام، ولكن علينا أن نساهم في اتخاذ القرار. أتحدث هناك الأطراف غير الفاعلة، أطراف الفاعلة عفوا غير الحكومية، وهنا يجب أن تفهم ما تدور مثلا جهة الحكومة. أتحدث عن الحكومة الديمقراطية وكل مستويات الحكومة، دور الحكومة فيما يخصني هو اثنين. أولا هو من يحدد ما هي المصلحة العامة، فبطبع هناك قاعدة ولك لهم التقدير النهائي للمصلحة العامة، وثانيا يقوم باستخدام هذا الحكم من أجل وضع سياسات حكومية يكون لها نواحي إجبارية على المواطنين، فبالتالي عملهم لك يكون متوازن بالمسؤولية كاملة. ومثلا لمدة مزج هذين الأمرين فعليهم المساهمة، ويجب أن يتم التشاور معهم. ولكن طالما كان هناك نحن هنا في الغرفة نحن نتفاهم أن نحن لابد أن نكون جزء من اتخاذ القرار، ولكن هذا يحدث في عملية إطلاق كامل، وهذا ما يحدث في بعض المنظمات. ما هي السياسات التي يجب على الحكومة أن يقوم بدعمها في هذا؟ فعملية المشاركة لابد أن تقوم بشل أن السياسة العامة. السيد حميندر، هناك أشخاص كثيرين يودوا التعقيب، إذن فعملية شل السياسة العامة لا يجب أن تتوقف. شكرا باميندر. هل هناك أحد إذن يود أن يعقب من السادة الجالسين على المائدة الرئيسية؟ شكرا. أنا سالينياتا تملك صلة بجاز، وأتحدث بالنيابة عن شخصي، وأود أن بداية أطرح سؤال ثم ربما بسرعة أن سالينياتا فيما يخص منتدى
حوكمة الإنترنت. والسؤال أطرح على السادة، هذا المهدف في فكركم في عام 2013 القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، هل هم أطراف لاعبة على نفس المستوى في المنتدى وفي التعقيب القصير؟ قبل أن أجلس وسكون سريعا، حتى يكون هناك تعاون بين جهات الأطراف ومن أجل بناء الثقة وفي التعاون، لابد أن لا يكون هناك شكوك، فما كانت هناك شكوك فإن لا يمكن بناء الثقة، وهذا من ثم ما دعت لطرح السؤال. هناك إذن مشارك ربما للموسيقين للمشاركين عن بعد، لقد كان هناك تعقيب ربما طلب من الجميع أن يكون الميكروفون الأقرب إلى المدحات يستطيع أن يسمعنا. إذن السؤال من وفاء بن حسين من تونس، وهي تقول كيف يمكن أن نضمن أن الحكومات لها اهتمام حقيقي وصادق في التعددية، وكيف نستطيع أن نتجاوز عدم الثقة من جميع الأطراف وبصفة خاصة في الدول النامية. اسمي ميشي سانتري وأعمل في الهند، وسؤالي إلى السيد السفير من الحكومة الأمريكية، إذا كانت الحكومة الأمريكية تؤمن في نموذج متعدد الأطراف، فما هي الخطط قصيرة الأمد وطويلة الأمد لتطبيق هذا، بحيث أن العالم كله دايف في شلل من الأفكار ولا يستطيع أن يرى إذا أي حكومة أخرى تقوم بالدور اللازم على الرغم من كل اهتمام؟ هل تودون أن تجاوبوا؟ أنا أود أن أعقب السؤال عادل، والسؤال كما تفهمت هو كيف يمكن السلوك الذي استمعنا عليه، وهذا سؤال إذن عادل، فنحن عندنا إذن سلوكيات متعددة الأطراف ومشاركة الجميع في هذه العملية، وأنا آتي بالتحديد من المجتمع المدني، وبدأت مهني كأحد إذن الناشطين في موضوع الهجرة في واشنطن، والسيناتور الذي أصبح ديريك روزفلت وتوت أمريكية بدأ في عملية العمل في شيكاغو في المجتمع المدني، ووزير الخارجية بدأت مهنته كأحد النشطاء المعادين للحرب بعد حرب فيتنام، وأحد أهم الرؤى لذلك هو المشاركة أمام السنت في المتحدة الأمريكية، وكانت شهادته التي سمحت ببدء عملية معارضة لحرب فيتنام. Mechanisms by which we incorporate the public sector, academia, the technical community. هناك عدد من المداخلات التي يمكن أن تتناول هذه العملية. لدينا عملية تنظيمية، ولدينا أيضا الصحافة، هذا كله يضمن الشفافية فيما يتعلق بدرجة الثقة في الإنترنت وفي مواقفنا المختلفة نسبيا. هذا سؤال له نزاهته، هو أنني على ثقة أنكم تعلمون أن هناك مراجعات متعددة تتم على العمليات التي تتم، وذلك بصفة مستقلة وبمعرفة خبراء مستقلين، وهناك أيضا مراجعات رسمية على هذه الموضوعات الإدارية. وكما قال رئيسنا في عدة مناسبات،
نحن نعمل في الكثير من العمليات على مستوى العالم كله، ونضمن من نظمنا لجمع المعلومات إعداد تقارير متعلقة بذلك. وتم التحدث مع رئيس الوزراء في هذه الموضوعات لإيجاد حلول لمشاكلها. شكرا. من الأسئلة التي طرحت هنا أيضا حقوق مستخدمي الإنترنت في كثير من المجالات القانونية واستخدام المواطنين لهذه من الناحية التنظيمية. هذه المسألة مطروحة على أجندة مؤتمرنا هذا، وهناك جلسة مخصصة للحوكمة ويوم الجمعة في الصباح حسب البرنامج المطبوع، ويمكن مراجعة ذلك على الويب سايت. البرنامج الجديد سيكرس صباح الجمعة في لمدة 3 ساعات على هذا الموضوع على مراقبة الحكومة. أرجو مراجعة الويب سايت للحصول على بعض التعديلات في برنامج عمل هذا المؤتمر. وكما قلت أن حقوق الإنسان سيتم التعامل معه في جلسة خاصة أيضا بعد ظهر أحد الأيام. شكرا. أنا من بنغلاديش، اسمي جانجي. سؤالي عن إحدى السياسات في الدول النامية. قد تعمل في دولة ما بطريقة جيدة، لكن هناك عدد من التحديات في البلدان النامية. كيف يمكن أن نضمن أن هذه السياسات العالمية يمكن تطبيقها على المستوى المحلي؟ وإلا فكيف يمكن أن نوافق بين السياسات المحلية والسياسات العالمية فيما يتعلق بعدد من قضايا الإنترنت مثل مسائل المحافظة على السرية وغيرها؟ شكرا. أشكر المتحدثين. أنا لا أدري يقول هل هناك ترجمة فورية أم لا، هو تحدث باللغة الفرنسية. الحكومة بطبيعة الحال مسؤولة عن حماية المرافق وحماية الصالح العام، وهذا لأن من أوائل مهام الحكومة حماية أو المحافظة على الصالح العام. كيف يمكن أن نعمل بطريقة تسمح للكيانات العامة ألا تتدخل في الأنشطة الفردية؟ هذا ونقصد بذلك اختصار الموضوع في كلمتين: الأعمال والحرية، في سواء في القطاع العام أو في المجتمع المدني في أفريقيا. كيف نتصرف بطريقة تجعلنا نغطي كافة هذه القضايا؟ صباح الخير. أنا من لكنك من منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي. سؤالي يعود إلى أو يشير إلى بيان مونتفيديو، وهو ليس فقط موجه إلى السفراء بل إلى كافة الحاضرين على المنصة. ما رأيكم في دور الرقابة وكيف تتصرف الحكومات الجيدة حول أو فيما يتعلق بالرقابة في المستقبل القريب؟
شكرا. هل هناك من يريد أن يجيب عن هذا السؤال؟ تفضل. أود أن أرد على المشارك عن بعد من تونس الذي تحدث عن كيفية أو سأل عن كيفية الربط بين الدول النامية وما يحدث على المستوى العالمي وكيف يمكن أن نقرب بينهما. بالنسبة أيضا للسؤال من المملكة المتحدة، هناك الكثير من المرجعيات التي تهم البنية التحتية في البلدان الأفريقية، ومع إيجاد بيئة صديقة للاستثمارات وبدونها لا يمكن بناء البنية التحتية المطلوبة في المستقبل. الحقيقة أن في دولة مثل الهند غالبية البنية التحتية والمشاركون يبلغون حوالي 900 مليون مشارك على الإنترنت، هذه يتم امتلاكها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص، والحكومة لها دور استشاري في تنفيذ أو إدارة ذلك. كل الأطراف المعنية في المجتمع وبالإضافة إلى المحامين وغيرهم لهم دور مؤثر في الدفاع عن حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي والقضايا الأخرى التي تتطلب الكثير من المشاركة مع مجموعات المجتمع المدني المتخصصة في الجوانب القانونية. إذن كل ما ذكره الوزراء يتعلق بالمؤسسات الحكومية ودورها مع المشاركة بطريقة كبيرة أو ذات مغزى مع بقية الأطراف الأخرى. بالنسبة للبلدان النامية، قد لا تكون هناك توجهات قوية للحصول على مشاورات فيما يتعلق بصنع السياسات أو كتابة أو صياغة القوانين أو المبادئ التي تضمن مثل هذه التشاورات. من الضروري بناء مؤسسات مستقلة تساعد مع الاستشارات الدولية في تحقيق هذا الهدف وتسهيل حركة السير مع مراعاة المتطلبات والشروط القانونية بالتشاور والعمل بطريقة منظمة، حتى ولو كان بعض الأطراف غير سعيدة أو غير راضية عما تقوم به الحكومات من رقابة. بعض لا بد من الاهتمام بالنواحي القانونية ونواحي السياسات حتى يتم التعامل مع مثل هذه الأمور. شكرا لكم. مرحبا، صباح الخير. اسمي عبد الله من مملكة البحرين. أود أن أبدي ملاحظة وتأكيد ثم لدي سؤال حول الملاحظات. أبدأ بشكر المتحدثين عن مداخلاتهم وأشكر الوزير من البرازيل على مقترحاته الإدارية. أولا، لاحظت من الوكت ودبليو تي اف ومن المداخلات أن هناك الكثير من عدم الثقة في الحكومات. في بعض الأحيان توجد ثقة في غير محلها، هي مجرد شكوك. أجد أن بعض الناس يسألون لماذا تدعم مملكة البحرين تعدد الأطراف، وهو ما نفعله الآن. لقد سجلنا ذلك، وهذا مجرد مثال لما نقوله في بعض الأحيان يتم تفسيره بطريقة مختلفة تعني عكس ما نقصده.
هذا يدل على الثقة المعدومة أو ما في الحكومات. أود أن أؤكد على بعض الملاحظات التي أثارها الوزير من المملكة المتحدة. ما هو غير مسموح به على الأرض، على أرض الواقع، غير مسموح به أيضا على الإنترنت. بالتأكيد لدينا عادات مختلفة، قوانين مختلفة، وأطر مختلفة في جميع بلدان العالم، لكن مع ذلك لدينا وسيلة واحدة. فكيف نربط هذه الحدود الطبيعية مع الحدود الرقمية أو النظم الرقمية التي نطبقها؟ وهذا يقودني إلى السؤال، إلى أين نذهب؟ إلى أين ننطلق من هنا بعد هذه الملاحظات وهذه الأجندات؟ نحن نجد نفسنا نعالج نفس الموضوعات مرة بعد مرة، وهذه المناقشة أرجو أن تكسر الدائرة، لأننا أسأل مرة أخرى إلى أين ننطلق. الحقيقة نحن لسنا في دائرة مغلقة، بل نتحرك إلى الأمام. اللغة بدأت تتغير. هناك سؤال من إندونيسيا. شكرا. أنا من مجتمع تكنولوجيا المعلومات في إندونيسيا. أشير إلى ما قاله الوزير البريطاني فيما يتعلق بهذه المناقشة. أود أن أؤكد أننا ما نزال بحاجة إلى تدخل الحكومة. في إندونيسيا مثلا نرى أن خلال العقدين الماضيين أصبح المجتمع أكثر نموا وأكثر تطورا، وخاصة فيما يتعلق بالقيم والثقافات والاهتمام بتعليم الأطفال أيضا. فهناك البعض الشواغل في اتجاه تدخل الحكومة، ولكن دور الحكومة ليس بالصغير، وخاصة في المتعلق بالتعليم والثقافة والقيم. نحن ما نزال بحاجة إلى، لا نقول سيطرة، بل نقول تدخل. نحن بحاجة إلى تدخل الحكومة باستمرار. وشكرا لكم. هذا ما أردت أن أقوله. شكرا. هل هناك من يريد أن يعقب على هذا؟ وإلا فإن هناك سؤال موجه إلى الوزير إدريسي. لدينا من يطلب الكلمة هنا. اسم، أنا من إندونيسيا. أكرر ما قاله زميلي تعليقا على الوزير البريطاني. تدخل الحكومة لا يعني تكاليف جديدة، ولكن قد يعني الحصول على تراخيص جديدة، والتراخيص يعني تكلفة. كيف نتصرف أو مع تصرف حيال دور الحكومات في البلدان النامية؟ هذا شيء ينبغي دراسته. وشكرا. سأحاول أيضا أن أجيب على بعض الأسئلة قدر المستطاع. أولا أشرت إلى أربع نقاط في كلمتي. الأسئلة الثلاثة الأخيرة تتعلق بهذه النقاط التي أثرتها. سأبدأ بما قاله المتحدث من البحرين. في تحدث أحد الأخوة في قبل ذلك عن ضرورة الاتجاه أثناء القيام برحلة.
هذا التوجه يشمل كل من في المجتمع ابتداء من الحكومة وانتهاء بالمواطن والمجتمع المدني. هذه هي النقطة الأساسية التي أردت أن أشير إليها. ومن الواضح كما قلت أن الحكومات تسن التشريعات التي تؤثر على ما يحدث في الإنترنت، ويعطي التوجيه لأصحاب الحق في إرسال الرسائل إلى أولئك الذين يخترقون حقوق الملكية ويخضعونهم للقوانين. في الولايات المتحدة هناك تم التوصل إلى اتفاقية طوعية بين شركات التليكوم وأصحاب حقوق الفكرية لمنع انتهاك حقوق التأليف والطبع، وهذا يمكن تطويره أيضا. هناك أيضا تشريعات يمكن أن تقفل أو تغلق الويب سايت عند انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية، وهذا بموجب القوانين المدنية دون إيجاد أي مشاكل في بلدنا. أما إذا ذهبنا إلى أمريكا مثلا سنجد أن كان هناك مشروع قانون إلا أنه قوبل بمناقشات وجدل واسع. الثقافات المختلفة تتبع أو تسلك مسالك مختلفة. الولايات المتحدة قد تأخذ اتجاها مختلفا عن المملكة المتحدة تجاه نفس المسألة. التدخل الحكومي في قضية تتعلق بتطوير الإنترنت ضروري. نحن نهتم كحكومات بحقوق الملكية الفكرية ونأخذها بمنتهى الجدية لأنها تؤثر على جوانب كثيرة. نحن أيضا نهتم بسلامة الأطفال والتأثيرات التي يتعرض لها الأطفال من المضمون أو المحتوى غير المناسب في المواد المنشورة على الإنترنت. من الناحية الفلسفية لا توجد حواجز تتدخل فيها الحكومات، ولكن أشعر بقوة وتشعر حكومتي بقوة أن الحكومة يجب أن تضع أن تضع إطارا للسيطرة من الناحية الفلسفية، لكن نشعر لأسباب عملية ضرورة التدخل. الحواجز تحول دون مشاركة ملايين وملايين الناس عبر الإنترنت، ونحن نتناقش بصفة مستمرة في نهج الأطراف المتعددة والنهج الحكومي، وكل منا يجب أن يدرك سواء كنا في دولة نامية أو دولة متقدمة علينا أن ندرك أهمية الإبداع في الإنترنت. وإذا نظرنا إلى نظرة أخرى سنجد أن هناك نقاط تتعلق بالعدالة تستوجب التدخل في من قبل الحكومة في الإنترنت. نحن لا ندري الفصول المتبقية من الكتاب إلا أننا نكتب أو نصدر هذا الكتاب كلنا بأيدينا ونعبر عنه بأصواتنا. شكرا لك. عندي سؤال كمتابعة ويذكرنا بالسؤال الأول الذي حصلنا عليه. هل الحكومات على الساحة الدولية
تطبق السياسات المتعلقة بالإنترنت في دولها في الدول المختلفة فيما يتعلق بقوانين حماية حقوق الملكية. هل يمكن أن تقوم به الحكومة الأخرى مثل ما تقوم به المملكة المتحدة؟ نحن كنا من أول من وضعوا إرشادات ونصائح للأطراف المتعددة حول وضع السياسات المتعلقة بالإنترنت، ومرة أخرى نحن كحكومة نتشاور حول هذه القوانين والتشريعات مع المجتمع المدني. أي مشروع قانون يقترح يتم التشاور بشأنه، و يمكن وهناك من يتحداه ويدحضه، وخاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق الملكية، حتى أن بعض الناس طعنوا على هذا في المحاكم. هناك إذن مسائل فنية يتم تطبيقها. التشاور مهم، لكن أيضا من المهم أن نهتم بصنع السياسات المتعلقة بالإنترنت بمعرفة أطراف متعددة. هذا سيناريو مستمر حول الأدوار المتغيرة للحكومات. الهند هي ثاني أكبر دولة من تعداد السكان وأكثر دولة أو ثاني دولة تستخدم الإنترنت والموبايل، و الأعمال في الهند كانت جيدة جدا، الشركات تعمل بطريقة جيدة. الحاجة إلى الصندوق والسعنا بالصناديق العالمية هي جمع بمليارات الدولارات لتوصيل هذه الخدمات إلى المناطق الريفية. قامت الحكومة منذ 5 سنوات بإنشاء الصندوق لتعديل أو نشر نظام التليفونات، وأنشأ الصندوق عن ب4.5 مليار دولار لضمان وصول 250 ألف قرية إلى استخدام وسائل الاتصالات الحديثة. هذا هو ما يمكن أن تفعله الحكومات في بناء البنى الأساسية والبنى التحتية ومساعدة المستهلكين الذين أيضا يساهمون بأموالهم في أجهزة الهاتف أو تطوير أجهزة الهاتف شبكات الهاتف المحمول. إذن هذا الصندوق لم يكن أحد يفكر في استخدامه قبل 5 سنوات مضت. شكرا جزيلا. أنا من وزارة الاتصالات في إندونيسيا. بالنسبة لتعدد أصحاب المصلحة أو الأطراف، لا بد من تحفيز كل طرف من الأطراف للقيام بدوره. هناك فرق كبير بين الأطراف المختلفة ودور الحكومة. نحن نفهم أنه يجب الحكومة تساهم في إصدار قوانين تنظم الإنترنت وأيضا تحافظ على سيادة الدولة. الأطراف الخاصة همهم الأساسي هو تلبية الطلب وزيادة العرض. المجتمع المدني يهتم أو اهتماماته فيما بين هذا وذاك. بالنسبة للأطراف المتعددين، أعتقد أن البلدان النامية تطبق مبدأ المشاركة العامة، لها نفس الاهتمامات. بعض
وبعضهم ينقلون هذا النظام، نظام الأطراف المتعددة، إلى بلدانهم دون تعديل، وهذا قد لا يكتب له النجاح. إن هذا هو الشغل الذي يشغلني عندما نتحدث عن الأطراف المتعددة. في الأسبوع الماضي كنت أتحدث مع ممثل مايكروسوفت حول أحد القرارات الوزارية، وتحدثنا عن الربح والعرض والطلب وغيره، لكن لم يتحدثوا عن حماية المجتمع من المواد المخلة بالآداب أو غيرها. آمل أن تقوم هذه الأجهزة الدولية بتنظيم هذه الجوانب. نحن نفهم بعضنا البعض، وكحكومة الحكومة لا ترى أن هناك عداوة بينها وبين الشركة الخاصة أو بين المجتمع. عندما نتحدث عن بناء البنية التحتية أو حماية البنية التحتية، أو عندما تفرض الحكومة قيودا على ذلك، يجب أن ننظر إليها كعدو. أعتقد أن هذه نقطة جيدة ونقطة مهمة، عندما لأن الحكومة تتعرض لنقد، والناس يقولون الحكومة يجب ألا تشغل نفسها أكثر من اللازم في هذه الأمور. أنا أؤكد أن ما تقوليه من أن الشركات والمجتمع المدني يجب أن يتفهموا مواقف الحكومة، وهذه بعض النقاط التي لقيت مناقشات كبيرة في بريطانيا، وخاصة حماية الأطفال وحماية الحقوق الفكرية. على الشركات أن تفهم ما يمكن أن تحققه الحكومة يدا بيد معهم، والمحافظة على مشاركة جميع الأطراف بروح من الشراكة القوية المهمة لتطوير الإنترنت واستمراريتها. على شركات الإنترنت أن تدعو أيضا الحكومات إلى سن القوانين التي تنظم هذه الأمور. على شركات أيضا أن تضع الآليات والأدوات اللازمة لمنع استخدام المواد المخلة بالآداب، وعلى البيوت أيضا وضع الفلاتر، أو على الشركات المعنية وضع الفلاتر التي تمنع من نشر هذه المواد حماية للمجتمع المدني. شكرا. سعادة السفير يود أيضا أن يجيب على بعض هذه الأسئلة. شكرا. أعتقد أنني أود أن أجيب على بعض التداخلات وبعض النقاط المهمة التي تم الإدلاء بها وإثارتها، وسأحاول قدر الإمكان أن أجيب على بعض المفاهيم التي قدمت. في البداية أتحدث ردا على السؤال الذي طرح من الدكتور من الهند. لقد تحدث عن وجهة نظر البرازيل التي تتعلق بمشاركة أصحاب المصلحة، وذلك على ضوء المؤتمر الذي يجري الإعداد له في البرازيل. كما ذكرت في البداية، نحن نزمع أن يكون هناك طبيعة تشارقية منذ بداية الإعداد لهذا المؤتمر. لدينا بعض الأفكار، والوزير سيقوم بتقديم بعض هذه الأفكار كما تم تقديمها أمام الجمعية العامة، ولكننا نريد أن نقوم بعمل بناء، ويجب على جميع أصحاب المصلحة أن يطلعوا بدور أساسي. نحن نريد أن يكون هناك منحة تشاركي للجميع. أما فيما يتعلق ب
الشواغل التي قدمت فإن الاقتراح المقدم من البرازيل لا يجب أبدا أن ينظر إليه بوصفه الاقتراح الوحيد لدعم مشاركة الحكومة. نحن لدينا مشاغل تتعلق بمشاركة الأطراف الأخرى. أود كذلك أن أشير إلى شراكة جيدة مع لجنة التيسير البرازيلية، فكما تعرفون فإن هناك بعض العقبات التي تتعلق بالموازنة، ولذا يمكن لكثير من المجتمع المدني أن يحضروا مثل هذه الاجتماعات بالأموال التي يتم تجمعها من خلال عملية الاستثمارات التي كرست لهذا الغرض. وهذا يعتبر مثال حول كيفية العمل بصورة بناءة. إن الحكومة البرازيلية تحاول أن تنظر إلى كيف يمكن أن تقدم المساعدة لغيرها من أصحاب المطرفة. ذكرت ذلك لأن المنظمات الدولية تتلقى بعض الرسوم، ولذلك سيكون من المهم أن تستخدم أجزاء من هذه الأموال لخدمة المجتمع. أود كذلك أن أضيف إلى ما ذكر بالنسبة للتكافؤ في القيام بالأدوار. أعتقد أنه لا يتعين علينا أن نطيل الحوار في هذه النقطة، ولكن بينما نناقش ما ذكر بالنسبة لتصميم سياسة عامة دولية تتعلق بشبكة الإنترنت، فيبدو واضحا أنه يتعين على الحكومة أن تسمح بمشاركة متكافئة. إذا ما قرأنا عدد من الفقرات 6-9-6 والخاصة بإقامة ووضع سياسات عامة، وعندما نتحدث عن التكافؤ نحن هنا نشير إلى الحكومات التي يجب أن تسمح بفرص متكافئة ومتعادلة للجميع. وهذا معناه أن أصحاب المطرفة لا يجب أبدا أن يقوموا بدور يجور على الدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة، والعكس بالعكس صحيح. بالطبع نحن لا ننظر إلى منحة مناوئ بحيث يكون الأطراف الأخرى غير الحكومة هي التي تتولى الصدارة، بالعكس نحن ننظر إلى منحة أكثر جمالا من ذلك. نحن لا نريد أن تتخلى الحكومة عن مسؤولياتها بالنسبة للسياسات العامة، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال منهج تشرقي. هناك الكثير من التدخلات التي تعلقت بكيف يمكن أن نوسع الدور الخاص بالIGF، وكيف يمكن للIGF أن يكون بمثابة منبر ومنتدى لوضع سياسات مكافئ للاتحاد الدولي للاتصالات. بالطبع نحن ننظر إلى مزيد من المشاركة من قبل الIGF، ونحن أيضا نتطلع إلى وجود مخرجات جيدة. لا أتحدث عن مخرجات مثالية، ولكن أتحدث عن مخرجات قابلة للتنفيذ. في الاجتماعات السابقة استمعت بسعادة كبيرة إلى النقاش الجاري والخاص بكيفية تشاطر المعلومات وتبادل المفاهيم المختلفة من خلال عدد من الأطراف ذات الصلة. كل ذلك يمكن أن يصب في المخرجات التي نسعى إليها، ووفد بلادي سيعمل جاهدا من أجل إيجاد سبل مختلفة لدعم الحوار بين المجموعات المختلفة على أن يتم وضع توصيات من مختلف الجماعات. نقطة أخرى أود التعليق عليها أيضا، وهي النقطة التي تتعلق بخرق الثقة وخيانة الثقة. أعتقد أن الجلسة الأخيرة سيتم تخصيصها لهذا الموضوع، ولكن من منظور وفد بلادي فنحن نرى أن هناك طريقة لدعم الثقة، وذلك عن طريق النقاش في مدونات السلوك والأخلاقيات، وهناك مبادرة سيتم اتخاذها في شهر نوفمبر القادم من قبل الحكومة البرازيلية، والتي تتعلق بالحفاظ على الثقة وبنائها، وتتعامل أيضا مع الكثير والكثير من المفاهيم المتعلقة بالأخلاق. إن المجتمع الدولي
يجب أن يبدأ في حوار وفي مناقشات حول الأعراف والأخلاقيات التي يجب أن تحكم شبكة الإنترنت، ويجب أن يكون هناك إطار مدني عالمي استنادا إلى الخبرات المختلفة. هذه طريقة بناءة وفعالة نستطيع من خلالها أن ننظر إلى تنقيح الإطار الذي لدينا، ونرى أن هذه ستكون تطورات مهمة إذا ما استطعنا تحقيقها. هناك نقطة أخرى، ألا وهي الدور الإشرافي الذي يمكن للحكومات أن تطلع به فيما يتعلق ببيئة الإنترنت. أعتقد أن هناك إشارة إلى الإعلان الأساسي، أنا لا أفسر ذلك على آيكون بصفة أساسية، ولكن هناك تعليق بسيط في هذا الموضوع. نحن نرى أن هناك دور إشرافي للحكومات، وهذا الدور الإشرافي يجب أن يقدم دون أن يكون هناك أي إخلال بحقوق أصحاب المصلحة الأخرى أو المنظمات الأخرى. هذه هي نقاط وحقوق يجب أن يتم التأكيد عليها بصورة أساسية، ويجب على الجهات وضعة السياسات أن تتأكد تماما من أن الأطراف الأخرى تشارك في جمع البيانات ووضع الحلول والمقترحات على نفس القدر من التكافؤ ومن المساواة. نحن لا نريد أبدا أن يكون هناك دولة واحدة هي التي تقوم بالإشراف أو جهة واحدة، ولكن يجب أن يكون منهجا تشاركيا. ثم بعد ذلك أتحدث عن نقطة أخيرة خاصة بأن الدول النامية ليس لديها عملية تشاورية. في حقيقة الأمر أنا أتخوف من إطلاق مثل هذه الأحكام على عواهنها. ففي حالة البرازيل فنحن لدينا تقليد راسخ من التشاور مع المجتمع المدني. في العام الماضي كان لدينا أكثر من 100 من المؤتمرات الوطنية حول قضايا مثل حقوق الإنسان وحقوق الطفل، ولكم أن تسموا أي من تلك الموضوعات ستجدون مؤتمرات قد عقدت لها. نحن أيضا نتحاور على الصعيد الوطني والقومي والدولي والإقليمي. نحن نرتاح تماما لمفهوم التشاور بصفة موسعة، وبينما ننظر إلى كل النقاط التي ننظر إليها على الصعيد العالمي فهناك نقاط وأساليب مختلفة تجعل كل دولة تتعامل مع تلك القضايا بصورة مختلفة. وأخيرا، وأعتذر لأن هناك نقاط كثيرة قد أثيرت أثناء الحوار، ولكن أخيرا وليس آخرا، والخاصة بتحفيز الحكومات، لقد اندهشت قليلا لأنه في حالة البرازيل فإن الحافز على المشاركة يتجاوز كل القيود والحدود الخاصة بالسيادة وما غير ذلك، وتحاول الحكومة أن تعمل على الإدراج الاجتماعي وإيجاد بيئة مواتية تؤدي إلى التطور والنمو والرفاه والرخاء. نحاول أيضا أن نحافظ على حقوق الإنسان وحقوق الطفل ومكافحة الإساءة إلى الطفل واستغلاله. وأنا أشارك معالي الوزير الذي أكد على أن الحكومات يجب أن تشارك مع أصحاب المصلحة، ولا يجب أبدا أن ننظر إليها بوصفها خصم للأفكار والرؤى الأخرى. ربما يكون هناك وجهات نظر مختلفة، وربما تتباين الشواغل، وكما جاء في ورقة المملكة المتحدة فإن الحكومات لديها مسؤوليات كبيرة بالنسبة لحماية الصالح العام في مختلف المجالات وليس فقط لشاغل واحد فقط. شكرا. شكرا. شكرا على هذا التعليق. لدينا بعض الرد على السادة المتحدثين، وأنا أيضا لدي بعض التعليقات الخاصة بالانطلاق من هنا إلى الخطوات التالية والمستقبلية. أعتقد أننا بصورة جماعية نوافق على أننا نريد أن نأخذ بالIGF إلى خطوة للأمام، ونحاول أن نحقق مخرجات يمكن تطبيقها. كل ذلك يمكن أن يكون في الملخص الذي سيقدمه الرئيس، وأن يأتي أيضا من خلال
التوصيات التي ستقدمها مجموعات العمل المختلفة. نحن نريد أن يكون هناك نقاط التقاء. وبعد أن استمعت إلى هذا النقاش وجدت أن هناك نقاط خاصة بالالتقاء على أساس الأربع موضوعات المهمة التي لقت دعما ومساندة، وبعض هذه الموضوعات الخاصة باللوائح والتنظيمات قد جرى مناقشته بصورة مفصلة، ولكن الحكومة بالطبع لديها مسؤولية لوضع الإطار التنظيمي والقانوني. الحكومات لديها مسؤولية لبناء البنى الأساسية، وعليها واجب لحماية حقوق الإنسان والحق في التعبير. لا يوجد أي شخص موجود في هذه القاعة يمكن أن يعارض هذا الطرح. وفي البداية فإن حماية حقوق الإنسان يعتبر من القضايا الرئيسة الخاصة بالمناقشات التي تتعلق بحوكمة الإنترنت. ومن هنا يمكن أن نتحدث عن الشراكات وعن دور الحكومات، ولا ينبغي أبدا أن ننظر إلى الحكومة بوصفها الخصم أو العدو. هناك بعض التعليقات التي استمعنا إليها من القاعة، والتي أكدت أن الوضع قد يكون مختلفا، ولكن على الأقل أشعر أن الموجودون في هذه القاعة على وفاق. وبالطبع لا يجب للحكومات أن ننظر إليها بأنها الخصم أو العدو، ولكنها طرف من الأطراف التي تطلع بواجب معين. بعض الدول النامية قد تجد بعض المشاكل لتحديد نظام متعدد الأطراف، وهناك عدد كبير من السادة المتحدثين الذين أكدوا على هذه النقطة. ومن ثم يجب أن نقدم يد العون والمساعدة للدول النامية حتى تستطيع أن تجد طريقها في النظام متعدد الأطراف، وأن نساعدها على بناء ثقافة من التشاور ومن الإشراك وبناء القدرات من أجل التعاون مع الجميع. كل ذلك يمكن أيضا أن يتضمن مساعدات مالية. إذن جانيت الرئيس المشارك تحدثت على أننا أحيانا يبدو أننا ندور في دوائر، ولكن قد ندور فيما يشبه الحلزون، بمعنى أننا ننتقل من قضية إلى أخرى، ولكن أحيانا نعود إلى نفس القضية والمسألة كي نزيد من فهمنا لها. علينا أيضا أن نغرز ثقافة الحوار. أرجو أن تختلفوا معي إذا ما حاولت أن أحيد عن روح المناقشات التي تمت. ولكن قبل أن أعود إلى القاعة، فسعادة السفير يود التعليق. بسرعة شديدة قبل أن نعود مرة ثانية إلى القاعة، نحن نفهم أننا نريد أن نرى تطورات في جميع المؤسسات بما في ذلك الIGF. أريد أن أقيم المحادثات التي جرت في الآن. هذه المحادثة هي حوار وليس منافسة، وهو لقاء وليس مناظرة. فنحن هنا نحاول أن نصل إلى حلول وإلى نقاط التقاء. هناك قيمة مضافة لهذا، وهذا يسمح لنا بإجراء مناقشات شفافة ومفتوحة وصريحة حول القضايا التي لم تحل حتى الآن، سواء بيننا وبين أنفسنا أو بيننا وبين الآخرين. وهذه قيمة إضافية في هذه العملية التشاركية، ونود أن تستمر. أود أيضا أن أخذ لحظة وبرهة في أتحدث عن التقدم الحادث، سواء على المدى القصير الذي رأيته في تقريب وجهات النظر فيما نراه كتحديات، وما هي الحلول المحتملة لهذه التحديات. في المقام الأول، نحن نوافق تماما مع التحليل المقدم من البرازيل وغيرها بأن الحكومات في الدول النامية والصناعات في الدول النامية والمجتمعات المختلفة بما في ذلك مجتمع
القطاع الخاص والتقني والأكاديمية والمجتمع المدني وغيرها يجب أن يطلعوا بدور تشاركي. السؤال هو كيف يمكن أن نحقق هذا التعاون والتآزر؟ أرى أن هناك تقدم على مختلف المؤسسات، الكثير من تلك المؤسسات بذل مجهودا كبيرا، وهذا كشف عن نفسه في العملية التي تتعلق بالأيكان وزيادة الدعم المادي المقدم للدول النامية من أجل الذهاب إلى الأيكان. إن زيادة المشاركة في المنتديات الدولية يقف شاهدا على دعم الدور التشاركي لكافة الأطراف، ولكن بالطبع يجب أن يكون هناك عمل تعاوني من أجل تحسين النظام. أعتقد أن هذا الحوار والحوار في إطار مجتمع الإنترنت والأسئلة التي نأخذها من هنا إلى المستقبل حتى نصل إلى اجتماع البرازيل في شهر أبريل يعتبر من الأمور الهامة. وحسب المكان الذي سيوجد فيه وسيعقد فيه المؤتمر اللاحق، علينا أن نفكر في المناطق التي نصل إليها إلى اتفاق في الآراء، ونحاول أن ندعم الاتفاق في آرائنا حول بعض القضايا والمجالات على أن يكون هناك إشراك للجميع. إن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن استمعت إلى ذلك وبعد أن استمعنا إلى المملكة المتحدة، فنؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مبادرة حول شبكة الإنترنت والتي تعتمد على شراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تشرك عدد كبير جدا من أصحاب المصالح من المجتمع التقني، القطاع الخاص والقطاع العام والأكاديمية، وعدد من السادة الذين تحدثوا وخاصة معالي الوزير البريطاني قد أكد على هذه النقاط التي تتعلق بالوضع في المملكة المتحدة. أرى أننا نوافق على قضايا أساسية موجودة في مفهوم إدراج الجميع في مجهودنا، وهذا بمثابة تطور إيجابي. حضرة الرئيس، لدينا عدد من الأسئلة من القاعة قبل أن نغلق. صباح الخير، اسمي وولتش ناتريش. أرجو أن ترفع صوتك سيدي. شكرا، اسمي هوفمان وأنا أعمل كمستشار خاص. أعتقد أن عدد كبير من الجلسات يتحدث عن أفضل الممارسات، لدينا أمثلة جيدة ومعظمكم الموجودين على المنصة قد تحدثوا عن هذه الأمثلة، ولكن بالنسبة للسؤال الذي أود أن أطرحه هو ثلاثة أسئلة في سؤال واحد، ولكن سأحاول هنا بالخبرة الشخصية التي كانت لدي مع مجتمع الإنترنت، وكيف يمكن أن نعلم الحكومات عن كيفية الإنفاذ. السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن للاتحاد الدولي للاتصالات أن يساعدنا على إنفاذ عدد من المبادرات التي يمكن أن تحمينا من بعض الممارسات الخاطئة؟ نحن نود أن نطرح هذه الأسئلة على مجتمع الإنترنت لأننا ليس لدينا أي دوائر أخرى في الحكومة يمكن أن تساعدنا من أجل الرد على هذا السؤال. نحن سألنا وطرحنا هذه الأسئلة على بعض البلدان في أمريكا اللاتينية، فكانت الإجابة هي أن IGF لم تتواجد لدينا أبدا، ونحن لا نعرف كيف يمكن أن يتم الإجابة على هذه الأسئلة. السؤال إذن هو كيف يمكن لنا جميعا للمجتمع التقني الحكومة وللجميع أن يغير هذا الوضع في السنوات القادمة بحيث يكون هناك تبادل ونشر للمعلومات.
بعض المنظمات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا لا تستطيع أن تذهب إلى أمريكا اللاتينية، ولذا يجب على الحكومات وعلى الصناعة أن تتأكد من أن مثل هذه المعلومات تذهب إلى مختلف مناطق العالم. وآخر سؤال هو، هل هناك وجهة نظر واضحة حول الاحتياجات التي تحتاجها الحكومات في هذه المناطق التي تعقد فيها مثل هذه المؤتمرات؟ هل هناك وجهة نظر واضحة حول احتياجات الحكومات المحلية في البلدان النامية؟ أقترح أن نجمع الأسئلة من القاعة. أعرف أن ياري يود أن يجيب، ولكن فلنستمع إلى عدد من الأسئلة أولا ونجمعها من القاعة ثم نعطي الكلمة للمنصة. الميسر، أنا حسين من تونس ومن الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تباينات تتعلق بدعم حقوق الإنسان في العالم النامي وترسيخ هذه الأفكار، وأعتقد أنه قد يكون هناك بعض المشاكل التي تتعلق باقتحام الخصوصيات ووجود بعض التسريبات، فكيف يمكن أن ننظر إلى الحكومات على أنها ليست خصما بينما يكون هناك بعض الممارسات المختلفة؟ نحن نريد أن يكون هناك شراكات بين القطاعين العام والخاص وإشراك المواطن العادي في مثل هذا الحوار. شكرا جزيلا. أنا حتى الآن أجمع الأسئلة من القاعة. شكرا. أود أن أشكر السادة المتحدثين على العروض التي تقدموا بها. أحببت عبارة الوزير الذي ذكر فيها أن دور الحكومات يجب أن يكون شريك في إقامة شبكات وليس خصم. هذا هو ما نقوم به في هولندا. فوزارة الشؤون الخارجية في الوقت الحالي مشغولة في دراسة طويلة المدى حول شكل سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية على مدى السنوات الخمسة القادمة. إن هذه العملية برمتها وما يدور في دولتي في الوقت الحالي هي عملية تشاركية تعاونية مع القطاع الخاص ومع المجتمع التقني ومع المجتمع المدني. نحن نرى أن التعاون على الصعيد القومي والوطني يعتبر أمرا إيجابيا ونتمنى أن يستمر في المستقبل. من ناحية أخرى، استمعت من أحد المتحدثين أفيدوريا التي ذكرت أن لديها بعض الشواغل الخاصة بوجود دور أكبر للحكومة في هذه العملية، فهذا معناها أنها ستزاحم الأطراف الأخرى وتطردها خارج العملية التشاركية. نحن جميعا نناضل من أجل أن نجد الدور المناسب للحكومة في هذه العملية، وهذا يمس صلب نظام المتعدد الأطراف، وهو معناه أنه ينبغي على جميع الأطراف أن تتعامل على نفس قدم المساواة. سؤالي لجميع السادة المتحدثين، كيف يمكن أن تفسروا مفهوم التكافؤ بين جميع الأطراف في مواجهة الدور الذي تقوم به الحكومات؟ هل من أسئلة إضافية؟ هل لديك سؤال آخر؟ في البداية أود أن أؤكد على أن هذه المناقشة هي مناقشة مثيرة للاهتمام، ويسعدني أن أرى أن هناك الكثير من الثقة التي تم الإعراب عنها بين السادة المتحدثين. وبالنسبة لي، وبعد أن استمعت إلى كل هذا الحوار، فهذا معناه أن هناك مغزى وأهمية لمستقبل الغد. إن الاطلاع في حوار مثل هذا
سيسهم في إطفاء مزيد من المصداقية والشفافية والمساءلة على النظم الحالية. وهذا اتجاه يجب أن يتم التأكيد عليه من خلال هذا المنتدى، وخاصة بالنسبة للدعم الشفافية والمساءلة. ثم هناك أيضا التأكيد على مصطلحات خاصة بإشراك الجميع، فيمكن أن يكون ذلك في إطار الجاك والأيكان، ولا أعرف كيف يمكن أن يتم التأكيد على ذلك. هناك 193 ممثلين على الحكومات موجودين. إذن القضية ليس مسألة الأيكان، ولكن المسألة هي إحضار الحكومات إلى الحوار. وهناك الكثير من وجهات النظر التي استمعنا إليها. ثم أيضا نحاول أن نتحدث عن الهيئة الواضعة للمعايير. أنا لا أهتم إذا كانت دولية أو وطنية، ولكن هناك تأكيد على الشفافية والمساءلة، بحيث يمكن أن نبني جسور الثقة لأي جهة ستطلع بوضع المعايير والمقاييس. لدي نقطة ولدي سؤال. النقطة هي أن الأيكان قد تم التأكيد على ذكره عدة مرات، وكما ذكر زملائي فإن أيكان ينظر إلى تدويل عملياته. فتحنا الكثير والكثير من المكاتب في مختلف المناطق. إن صوتي عالي بدرجة كافية، ولكن سأحاول أن أزيد من درجة الصوت. أحاول هنا أن أتحدث عن إشراك الأيكان في عمليات تشغيلية في كافة أنحاء العالم، وخاصة بالنسبة للسادة الذين يأتون إلى اجتماعات الأيكان. نجد أن 193 هي دولة عضو في الجاك، ونود أن يتم توسيعها هنا، ونشجع الجميع على الاشتراك في الهيئة الاستشارية. ولكن السؤال هو أننا قد استمعنا إلى قمة المعلوماتية، وأعتقد أن السفير الأمريكي قد ذكر على أن المؤتمر ربما قد يعقد في مصر أو في أي دولة أخرى، ولكن لا نعرف إذا ما كان ذلك سيكون بمثابة القرار الأخير. ولكن أريد فقط أن أعطيكم لمحة عما يحدث بالنسبة لي مراجعة هذا الوضع. شكرا جانيت، وشكرا سيدي، ستكون تعقيبتي مجزة، وشكرا الفرصة الثانية. أود أن أؤكد على نقطة ما ذكره الصديق، وأن نحافظ على الحلول المحلية من أجل حل الأمور محليا. لكن بطبع هذه المنصة وهذا السؤال لك سيدي، أود أن أرى كثير من الشباب والنساء، وخاصة من القصيدات الصاعدة والمجتهدات الصاعدة، فيجب كذلك أن نتحدث على برنامج السفارة، وكيف يمكن الITF كمنصة أن تفعل لتكتسب أصوات جديدة. فيما يخص بحل المشاكل على المستوى المحلي وبتدويل الحلول، فأود أن أدعو الحضور هذا إلى منتدى مفتوح تفتح الحكومة الهندية لأجل سرد القصة الهندية، وربما رحب الجميع في الغرفة الثالثة في الساعة 11:00. وشكرا سيدي ماركس. اسمي أسمر كلامبكستاين من جماعة عاوس، وأود أن أضيف سؤال القضية التي أثرها السيد من وزارة الخارجية الهولندية. هذا مسألة المائدة، ماذا تفكر الحكومات في عملية الجميع على قدر واحد المستوى؟ نحن نتحدث عن عملية الحوكمة ومجموعة العمل لحكمة الإنترنت التي وفق عليها رسالة الحكومات. ففي الجزء الأول من التعديل هناك إذن حديث عن دور مختلف للأطراف وأدوارها، وأعتقد الجزء الثاني من التعريف. فالجزء الثاني يتحدث عن عملية اتخاذ القرار المتقاسمة، سواء إذا نوائح وبروتوكولات وإجراءات لاتخاذ القرار المشترك. وأعتقد أن بعد هذا
ونحن مع مضينا إلا من لابد أن نواجه فكرة أن البعض أن شخص ما قد اتخذ قرار، ومن ثم أسأل الحكومة واستمعنا إلى سؤال من هولندا على قدر المستوى إذا ما هي الفكرة في التشارك في اتخاذ القرار مع دول أخرى. شكرا. إذن أن أجندة تونس يجب أن تأخذ فلا تبرك كتاب الحي حسن عيد تفسير المعاني الأصلية. هل نعطي الكلمة جانت؟ ربما أستطيع أن أطرح سؤال أو أبني على بعض الأسئلة التي استمعنا عليها. فالسيد من بحرية تسأل ما الطريق للأمام، وسيد الوزير أشار إلى هذا، وسيد نجر من أكان طرح سؤال في الخارج، هل تطوير الأراضي في الأشهر القادمة، وهل يمكن إذن للطاولة كيف يمكن المساهمة في عملية طرح هذه الرؤية؟ شكرا سيدي. عودة إلى المائدة الرئيسية، وأود كذلك أن أذكر الخبراء أن سيكون هناك جلسات عديدة أثناء هذا الأسبوع سترتبط بقضايا شبيهة، فبالغد ستكون هناك جلسة على أحكام حوكمة الإنترنت وكذلك أحكام تعزيز المشاركة متعددة الأطراف، وكذلك هناك جلسة على حقوق الإنسان، وكما قلت حق جلسة على الرصد وعلى الرقابة، وفي اليوم الأخير ستكون جلسة ميكروفون مفتوح من أجل مراجعة العمل في هذا الأسبوع، وهذه القضايا سيتم تناولها في جلسات مختلفة. من يريد أن يأخذ الكلمة أولا؟ إذا نمشي على الخط فنبدأ بالسيدة أبرشي، يود أن يتحدث. شكرا. أن أشكركم على الفرصة لإجابة على الكثير، وأقدر أجاب على الكثيرين، ولكن سأقوم بقصر نفسي في الإجابة على أحد النقاط. هي سؤال تم طرحه، السؤال الثالث في الورق عندما يقول هل يمكن لممارسة حقوق لأي دولة عند مرستها أن يتم تناولها، وإن أسفرت عن بعض إذا الانتهاكات في ولايات قضايا أخرى. وأعتقد أحد الأشياء التي يجب أن نستعرضها عندما نتحدث عن حوكمة الإنترنت والقيود التي تفرضها بعض الحكومات على حقوق الإنسان كجزء من العملية، وعندما يتم احترام هذه الحقوق على الإنترنت فسنجد أن فقط أحد المجموعات تتناول الأمور وطريقة تتناولها وبشرة، ويجب أن لا تطرف عيوننا عن بعض الاعتبار هذه الحقوق الإنسانية نظرا للفكرة القديمة للسيادة التي تقول أنه خارج حوائطي لا يمكن مناقشة ما قم بي، ولا يمكن كذلك تخطي أي ما يحدث خارج هذه، وبالتالي فأن أجندة تونس لا تقوم بتحديدنا ولكن تضعنا على قدر المستوى، فأي شيء يجرى في دولة فهو مفتوح لمناقشة الآخرين، فإذا ما يتم لا يتمشى مع حقوق الإنسان بمعناها المعروف ودلالتها فهو أمر في هذه الحالة مفتوح للمناقشات وخاضع لإمكانية إدلاء بالنصيحة والرأي، وهذا أمر بلغ أن نعود عليه، فنحن نستطيع أن نتجاوز فكرتي المفهوم الضيق للنصر، لأن الدول قد اتفقت على التعاون أن يكون خاضعين المسألة فيما يخص حقوق الإنسان، وأعتقد هذا أمر مهم الخضوع المسألة في الـ IGF وفي كل المنظمات، فيجب علينا أن نرجع إلى
مستندات الأمم المتحدة التي تم موافقة عليها، ونطرح السؤال إذا ما تقوم به أي دول أو لا تتمشى مع مسؤوليتها واستطيع أن استمر، ولكن أعتقد أن هذا المقياس لا يمن منشقاتنا في الأمام، وبحيث يعطي عملية تعمية في مقتضيات الفلسفة والحوافز التي تذهب ضد مستندات قمنا بتوقيعها، وهذا بطبعا لن نقبله في صمت وستوقف هنا. شكرا سيد ياري، شكرا. مرة أخرى كان هناك الكثير من النقاط وسأختصر في اثنين. الأول الذي أريد أن أثيره هو عملية الحكومات والأجهزة الأخرى التي تتقارب، وجميع عندنا مسؤولية لحدوث هذا، وفي منظمة عمليات إذن البرامج التي تقوم بجمع الناس من جميع أطراف المعمورة والمشرعين ووضيع السياسات وغير ذلك. كانت برامج نجاح، ونشكر آيتك لهذا. ونحن نعرف أن البرامج النجاح في المنظمات الأخرى تدفع العالم إلى الاستماع إليها، وإن الدروس قد لا تطبق، ولكن هناك أمر عندنا خبرة في الاي تي اف عندما مجموعة الخبراء أو غير عندما نذهب لمحاورة الحديث مع الحكومات وللمنظمات غير واخترم عما يحدث ومحاولة إذن تقديم إذن وإثبات المعلومات التي نقدمها هناك. طبعا التزام اتصال بالعالم وتكنولوجيا الإنترنت ليست تعمل إذن بنفس قدر الانتظام في العالم كل كما نتمنى، ومثل ما في بلادنا وفي فنلند عندنا الكثير من العدم، كثير من العدالة في هذا، ولكن هذا ينطبق على كل الدول الأوروبية في هذا، فالأمر مركزي وعندنا مسؤولية أتطلع إلى مختلف الأشخاص العاملين في هذا الموضوع في العالم، قمنا بهذا في حيث هناك برنامج يسمح للأفراد من الدول المختلفة ومن الدول النامية مثلا، وأن هذا في طريقة من أجل أن نتقبل في أماكن جديدة، ولا أقوم بتخطيط مثلا اجتماع مثلا نخططه في أمريكا الجنوبية. وما أود أن أذكره كذلك هو أن في بيان مونتي فيديو والجرائب الأدوار المختلفة وعملية إذن الشرف والتطلع، فكما ذكر السيد السفير بولفدا أن النظام يتطور، فمثلا نحن في الاي تي اف فتحنا تابع على عملية إذن مهمة العمل من أجل إيجاد سجل البروتوكول، و هناك نوع من عمليات الحكومة الولايات المتحدة حيث نستطيع بعد وضعها أن أصبح للمجتمعات أيكان وغيرها أن تستطيع أن تبني معدات وعمليات عدة حولها، وهناك اتفاقات مواقع واتفاقات إذن وغيرها من أنصار التتبع وغيرها من الاتفاقات. وأعتقد أن هذا مثال إلى التطور، وإذا هناك تطور آخر فسيكون في شكل عملية الثقة في النماذج التي قمنا بوضعها والانتقال إلى النماذج التي توفر لنا حاليا، ونقوم بإدارة الأمور على الأسس اليومية. ونهاية هناك البعض كان يسأل على طريق إلى الأمام، فإذا خلاصاتي ثلاثة، وأن نستمر في
تربية الأشخاص الذين يحتاجوا إلى اتصال كأفراد والمنظمات، وأن يكون حوار في الاتجاهين، فليس فقط طرف يفرض آراء على الآخرين، ولكن نود اتصال من الحكومة مع الناس وحقيقي، وأن هناك تعقيف هذا السد، ولابد من نستمر في تطوير الأجزاء المختلفة من أنظمة إذن الحكومة الشامله في نفس وحكومة الإنترنت. وفي النهاية كل هذه المتدينات والمناقشات لابد أن تكون متعددة الأطراف، ولا نتحدث عن هذا الموقف سيكون جزءا، ويجب أن لا يتولى الطرف البقي لا يصبح له بالحديث. فالإنترنت كما عديد من الأطراف لهم الحاجة أن يقولوا شيئا عندما تحدث الأمور، وإذا كان من الصعب المناقشة من الأطراف المختلفة، فأنا أرى أننا نتفق جميعا على هذا، وأن العالم متعدد الأطراف وما نتطلع له ونقوم به. وشكرا. شكرا ديرات. شكرا سيد ماركوس. سأحاول أن أتناول نقطتين أو ثلاث. أولا قضية على موقف على قدر المستوى، سأعطي مثال وهي نقطة قد أثيرت حول مسؤولية الحكومة من أجل بناء البنية التحتية، وهذا يوضح كيف سيعمل مثلا الوقف على قدر المستوى في هذه الحالة. فعادة الحكومة ستدرك أن هذا أحد المجال الذي يمكن لاستثمار القطاع الخاص أن تساهم، وأن الأموال الحكومية لابد أن توجه إلى المجالات التي لن يتوفر تمويل من القطاع الخاص، مثل التعليم الأساسي والصحة الريفية والبنية التحتية الريفية وغيرها من الأمور التي لا تسمح إلا بمشاركة القطاع الخاص فيها. وبالطبع سيكون النقص مثلا في الأموال، وفي هذه حالة حدوث هذا سيكون هناك سياسات تسمح باستثمار القطاع الخاص مع معدل مقبول وفق الاحتياجات البلاد، وسيتبع هذا كذلك بوضع قوانين فعلية وما يتطلب إذن استثمارات المستثمرين. متى تم اتخاذ هذه الخطوات؟ فسيكون بالطبع سيسمح إذن بتغيير في قطاع خاص رأس المسيات، وسيبدأ وضع إذن محاولات والألياف المطلوبة، وستبدأ الحكومات في العمل من خلال منظم مستقل، وستبدأ في إزالة بعض المهام الهامة خارج الحكومة والتي لا تعمل في القطاع الخاص. وفي هذا الصدد سيكون القطاع الخاص المدني دورا هام في الأساس، سيقوم بتحديد ما هي حالة الأعمال التي لا تعمل إذا انفصل لمختلف الأطراف لدولة محددة، ما هي نوعية البرامج التي يمكن إذا أخذها في الاعتبار على التعليم وغيرها باستخدام البنية التحتية التي يقوم القطاع الخاص ببنائها. كم نتطلع والفكرة كيف نستقوم بتوسيع هذا النطاق بالأكثر، وما هي إذن التجديدات من ناحية التكنولوجيا التي تساعد على تمكين الناس والمرأة والمهمشين والمستضعفين، وكذلك دو كبير للأكاديمية التي تقوم بإدارة اللجان التي تقوم بهذا الحوار، فمثلا أوراق مختلفة، ونستطيع يتم وضع حال مدرسة الحالات التي نجحت وفشلت، وكذلك ما يتعدد مطلوبة في البنية التحتية. فنستطيع أن نتحدث الكثير، ولكن نستطيع أن نرى أن كل من الأطراف متعددة كل القطاعات متعددة الأطراف والمشاركين الذين تم تعريفهم تحت أجندة تونس لها دور فعلا على قدم المساواة من أجل بناء البنية التحتية الأمنة، وأن يأخذ هذا في مع الأربع قطاعات الأخرى، القطاع القانوني والأخير. فالشباب مثلا
ماذا سيفعلون؟ فهم مستهلكي الغد وسيحددون نوعية الخدمات المطلوبة، ما هي القدرات المطلوبة في هذه الشبكة من أجل عمل على تلبية احتياجات القرن 21. فهذه أحد أمثلة على قدر المستوى كما نراها من القطاع الخاص، وهذا لا يوقف دور الحكومة منذ البداية للنهاية، وكذلك لا يعوق القطاع الخاص، وكل أدوار تتطور، ولكن جميع يقومون بما يجب أن يفعلوا حتى يتم جمع هذا البناء من البنية التحتية. فلما تفهم 2.7 مليار شخص في العالم، أو حوالي 40% من سكان العالم متصلين أونلاين اليوم فقط، 16% من سكان آسيا في من القارة التي نحن فيها الآن أونلاين، وبالتالي هناك طويل سكة طويلة يجب أن نسلكها ووضع الخطط لذلك. وكذلك أود أن أشير لما يمكن الحكومة تقوم به من أجل تعزيز هذه العمليات، وسأشير هنا أن مثلا يتم طرح إذا منح بالزمالة للشباب من أجل أن يسافروا إلى مطار مثل هذا. ما أعتقد حدثين دوليين وحدثين محليين هناك ارتباط فيها بالحوكمة، وهناك إذا عملية وضع المنح بناء على التمويل المتوفر من أجل أخذ آخرين بتفكير في الحصول على هذه الشهادة. وإما أذكرك تحدث عن هؤلاء، ومثلا أحد التكنولوجيات التي لم نجد عليها حتى الآن كثير في الحوار هي الموبايل وخدمات خاصة بها، وهذا أحد الأمور التي تعمل عليه الحكومة. وأقول في من 2014 و 2015 وهي أعوام هامة، فلابد أن نفتح عقولنا وأن نتطور إذا جعلنا عملية محل للحوار، والتي سنقوم إذن بتنظيفها في 2014. سيدي سفير، شكرا سيدي، لا أريد أن أخذ وقت طويل حتى نعود إلى الجمهور وأستطيع الزملاء الحديث، ولكن أود التعقيب على العمل الحقيقي اللي أحاول أن نجد مثلا ويسس زائد 10 ومرجع ورؤية ما أين هي الخطط وما يجب عليك المجتمع الدولي أن نفعل. لابد من انتهاء المراجعات، ولابد من تقييم إذا هناك عمل إضافي يجب نقوم به، ولابد من تقييم كيف نستطيع أن نمضي قدما إلى الأمام حتى نستطيع أن نضمن أن هذه المهمات التي موضوع والهدف الموضوع لنا نستطيع أن نمضي إلى الأمام، وأنها ليست موضوع بشكل لا يمكن تحقيقه، وبالتالي لابد أن نتفهم كيف يمكن لوسس وكيف خطط العمل المطروح أن تمدي فيها. ليست هذا في الحقيقة ما نتشكك فيه في أذهاننا، ولكن بالطبع نحن نرحب بأي تعقيبات من الحضور على هذا، وستكون مناقشة رئيسية في العام القادم. شكرا سيدي. هناك كذلك عملية مد صلحة الاي جي اف، نحن في حاجة إلى هذه المنصة، ونعطي الكلمة للسيد السفير فونسيكا. شكرا. كتعقيب نهائي أود أن أؤكد على أن البرازيل ترى أن نموذج متعدد الأطراف والآي جي اف سيكون أفضل تعقيب لهذا النموذج في المجال الدولي، وهذا أمر بلغ الأهمية كنقطة تقابل للأفكار وللاتصالات بين الأطراف المعنية المختلفة، وكذلك التعقيب العكسي للأفكار. ونحن مقتنعون أن هذا فرق القرارات، وأن شرعية التقرير تستند على إذن
ما يساهم بجميع الأطراف كما نعترف لهم من شرعهم، ثم هذا يساعد اي جي اف. والبرازيل قامت اذا بترشيح نفسها لاستضافة الاي جي اف في 2015، وأود ان اقترح ان نسمى ملخص لهذه العملية ونسمى اي سي تي اي، سيكون المعلومات وتم تدعمها من مختلف الأطراف بحيث كل مجموعة من أطراف فعلا ستقوم بتقييم ما يتم القيام به، وستكون نقطة بداية للخطاب الثاني، وهي التعاون من أجل تحديد إذن فرص التعاون ولضمان أن كل الاعتبار تأخذ في هذا. ونقطة الأخيرة أن هذه العملية ستنجح فقط إذا كان هناك ثقة واعتراف متبادل بكل الأطراف المشاركة من جانب الحكومات ومن جانب الأطراف على الأخرى، لابد أن نتفهم أن هناك ثقافات مختلفة، فالحكومات تدير الأمور بطريقة ما والمجتمع طريقة التعامل مع هذا، ونحن نتحدث عن عمل جماعي يتطلب طرق جديدة للتفكير. وفي هذا الصدد فأن هذه الجلسة التي تركز على دور الحكومات، فنحن يثور أن نكون جزء من هذه العملية، حيث أمامنا مناقشة عالية مستوى من ناحية روح الحكومات، سيكون الأمر أصعب ولكن لن كما أشار سيد المتحدثين وحتى من مدرسة، فإن من وجهة نظر الحكومات هناك إذن أدوار وهناك إذن طلب واضح على الحكومات. فمثلا مثلين من البرازيل، هناك منطقة تمثل نصف البلاد وهي الأمازون تتطلب بوضوح بالتعاون مع أطراف حكومية أخرى وتطلب سياسات حتى استلم، ولابد التأكد من الأمازون متصل ويقوم بتعزيز المجتمعات، وهذا أمر لن يتم تناوله فقط من القطاع الخاص، فالحكومة دور رئيسي في هذا، ونستطيع كذلك في مجالات مثل الدفاع احدى المجالات الواضحة للحكومات. اذا اعتقد ان جمال هذه العملية نستطيع ان تعرف مجالات يسمح اذا بتفعيل النموذج وان مزيج وتركيز هذا سيسمح بالتحويل واعترف به طبعا الحكومات وكذلك الأطراف الأخرى. وأود كذلك بإيجاز أن أشير إلى القمة التي ستعقد في البرازيل، وأود كذلك أن ولابد أن أخذ كذلك مصدر قلق في جهات مختلفة حكومية، ولابد أن وضح أن البرازيل تتفهم بوجود هذه العمليات وكانت طرفا مشارك في كل هذه العمليات، ونحن بالتأكيد لا نريد أن نرى أن الحدث في البرازيل يتنافس أو يتداخل مع أي من الاجتماعات الهامة التي تحدث مثل شرم الشيخ، كان عملية بالغة الأهمية وسيدي أس، ونرى إذن تقرير مجموعة العمل وهذه عملية بلغة الأهمية، ونحن نعتقد أن هذه ونحن عند تخطيط إلى الحدث نتأكد لن يتم الاقتراب من هذه النقطة. وفي كل هذه العمليات أعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى أحداث للمراجعة للمستوى سواء في 2015 أو من نهاية 2014 لجمع كل المدخلات التي تم توفيرها من اجتماع شرم الشيخ، وأنتك إذن مردود مخرجات مثيرة للاهتمام، ولكن نحن كذلك مطلوب من أن نقوم بإنتاج أفكار بلغة الأهمية
ولقد ناقشنا معنا على قدر المستوى ما هي المجالات التي يجب على الحكومة أن تصطدم بها، ومن ثم فإن التعاون المنشط يسمح بإدخال بعض الأفكار هناك، وهذا سيحدث. فهناك إذن الكثير من المدخلات التي يتم انتاجها، ونحن نرى الحاجة إلى حدث على المستوى متعدد الأطراف يقوم بجمع هذه البيانات ويتخذ بعض القرارات. ونحن لسنا في موقف لعادة تفسيرها أو عادة صياغة أجندة تونس. نحن نرى أن هذه ليست الطريقة الجيدة، ونرى هناك بعض التعديلات على قرارات اتخذها مثلا الأطراف. ومن المؤسف أن نفقد الفرصة، وعندما تكون قد مرت 10 أعوام من قمة تونس، وأن هذا يعطي إذا المراجعة أكثر بيروقراطية للخطوط المعنية. وأود أن أشكركم وأشكر الزملاء على المائدة لهذه المناقشة والمشاركة الفعالة، وشكرا جزيلا. شكرا سيدي. شكرا سيدي الرئيس. عندي الكلمة الأولى وتعطينا الكلمة الأخيرة، وتبقى 3 دقائق على هذه الجلسة، لذا سأكون موجز. أعتقد أن الـ IGF يجب أن تقوم بزيادة حضورها، والمتحدثين من الجمهور. وفي جولة الأسئلة الأخيرة أشار إلى نقطة بالإقلامية، فإن كثيرا من الدول عندها فكرة خاصة حول IT، فالITU لها عمر أطول من ITF. فنحن كيف نستطيع أن نجعل نفس الالتزام في العالم؟ وهذا بالطبع يدعو إلى المشاركة، وكما قلنا أن بالنهاية قمة الITU ربما ستكون مقترحات ليس بالسياسات، ولكن كذلك اتجاه وموضوعات ستظهر تستطيع إذن أن تأخذ من IGF. ونحن نقوم بدعم هذا بعد تغييرات الاتحاد اليوم، وبحيث يكون أفضل على الإطلاق والأمور تتطور. وهذا بالطبع سيسمح بلعب الدور أساسي في مناقشة حوكمة الإنترنت. وأنا أدعم كثيرا ما أشار السيد ناجل إكس من ناحية إذن عولمة الآيكان، بحيث كل الآيكان تواجد في العالم، وكانت هذه الحالة دائما للآيكان، ولكن عملية إدراكية أن جميع الدول تشعر أن الآيكان هناك لهم، ويمكن أن يكون لهم دور في المشاركة وحوار مع الآيكان. وأعتقد أن ماديا تحريك الأيكان في العالم سيكون الطريقة للقيام بهذا، وهذا أمر بالغ الأهمية. ولقد تهت قليلا في الأسئلة عيفة إذا كان الحكومة على قدر المستوى مع المجتمع المدني والأعمال بالطبع، وتفهم النقطة التي يود إثرها الأشخاص. وهذا يأخذنا إلى ما أقول في آخر 30 ثانية فيما يخص OSCE 10. أذكر إذا كان الأمر مقام غير محطم فلابد أن يترك أن يعمل، فهو من الوضع أن نقوم بالعمل جيدا، ومن ثم لابد التحليل لما حدث من 10 أعوام من تونس. ولكن لحد بسرعة نستطيع أن نقول أن هذا النموذج متعدد الأطراف والمشاركة للحكومة والأعمال والمجتمع المدني بدون تحليل إذا كان على قدم مساواة أم لا، فيبدو أنه يعمل جيدا، ويعمل بطريقة ممتازة بالنسبة للمملكة المتحدة، ويعمل جيدا في دول عديدة، ومن ثم يصبح أمر أساسي لاقتصادياتهم، ومن ثم لبلادهم، ويخدم الدول النامية المختلفة عند دخلهم في المأثر الرئيسي. وهذا ما أود أشير له، في التركيز أساسا في الدول النامية وعلى المليارات الذي سيدخل في العام القادم. ومن ثم أتمنى أن
سنكون في يوم الخميس في استقبال حكومة الهندية عندما نستمع إلى خبرة فهذا طبعا التحدي الكبير القادم للبليون أو آخرون الذين يدخلون على أونلاين وبالتالي سأقوم بتغيير الإنترنت. شكرا وأود أن أشكر جميع أعضاء المطولة وجميع المتحدثين وهذا الأمر طبعا سأقوم لغة الأمية وأعتقد أننا قد وصلنا إلى مجالات الواسع للتقابل وأن هناك إحساس كبير للشراكة بين الأطراف المختلفة والثقة والشراكة وكذلك التقابل الذي يجب أن نسترد عليه من أجل المشاركة الفعالة من جميع الدول في ترتيب حوكمة الإنترنت. أعتقد أن كذلك أن المرة الأولى لم يكن مختل أن الوزراء يشاركوا في منتديات لثلاث ساعات يقوم بالتساهم وعادة أن يعمل الوزراء بدون سكريبت مسبق. وشكرا جميعا وليس باسم جميع إذن المسؤولين المسؤولين فأن هذه المناقشة الهامة لقد قررت أن أبقى. شكرا كذلك وأود أن أشكر المنسقين والمنسقة في القاعة وجند ونود أن نصفق لأعضاء المائدة ويتم رفع الجلسة وسنأتي في المساء في الساعة الثانية والنصف لجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى. شكرا. ثانية ونصف.